بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، اهلا بكم. بالتاكيد يوم الجمعه يوم الحصاد. ببرنامج الملعب هنستعرض كافه الاخبار والاحداث والمجريات الرياضيه اللي جرت خلال الاسبوع الماضي. زي الاسبوع اللي فات ما استعرضنا وكان متزامن معنا انتخابات نادي الترسانه، هذا الاسبوع ايضا تزامن معنا انتخابات نادي الشمس وانتخابات نادي الصيد. هنحاول نوافيكم بشكل او باخر بمجريات الاحداث هناك، ولكن كما تعودنا هناك فقرتين. الفقره الاولى تتضمن مباريات واحداث الدوري الممتاز والكواليس والانتخابات والتخوفات الكثيرة والعديدة من إجراء هذه الانتخابات، وهل من المتوقع تجميد النشاط الرياضي في مصر أم لا؟ كل هذه الاستفسارات إن شاء الله نبحث لها عن إجابة. لكن بالتأكيد بيشاركني اليوم دكتور إيهاب الكومي في تقديم الملعب والجزء الثاني من البرنامج بخصوص دوري الدرجة الثانية، خاصة بعد تبدل الأدوار وتبدل القمم والأندية التي تترشح أو تحتل صدارة المجموعات المختلفة دوري الممتاز به. أهلا بك دكتور. شكرك، شكرا جزيلا زميلي العزيز دكتور علاء مرتضى، وبدوري أقدم التحية لكل السادة المشاهدين مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان، وحلقة جديدة من الملعب. كلنا زي ما تعودنا الملعب يوم الجمعة هو يوم الحصاد، وزي ما علاء قال بيقسم إلى فقرتين. الفقرة الأولى بتكون خاصة بأندية الدوري الممتاز والقسم الأول وكل الكواليس والأخبار والحكايات والروايات الخاصة بهذا القسم، وفي الفقرة الثانية دايما بنتكلم عن القسم الثاني أو دوري زي ما بقولوا دوري المظالم. لكن بكل تأكيد الفقرة الأولى هيكون فيها زميل عزيز دكتور علاء مرتضى بصحبة الناقد الرياضي الخلوق محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم، هيتكلموا عن مباريات الدوري العام اللي احنا كلنا شاهدناها من خلال شاشة سي بي سي 2 والكابتن أحمد شوبير في الملعب خلال الأيام الماضية. وبكل تأكيد لاحظنا أن في تباين في المستوى، وخاصة الأندية التي تشارك في دوري رابطة الأبطال الإفريقية وأيضا الكأس الإفريقية، تباين في الأداء والمستوى ما بين مباريات هذه البطولات وما بين أدائهم في الدوري العام. وكمان كتير جدا من الأسئلة بكل تأكيد علاء هتطرح العديد من التساؤلات لضيفك الناقد الرياضي محمد الشرقاوي، وهتطلعنا على أهم ما تتناوله خلال الفقرة الأولى. بالتأكيد كل اللي يتابع الأحداث الرياضية عن قرب هيدور في ذهنه مجموعة من التساؤلات، هل هيتم تجميد النشاط الرياضي أو هل من الممكن أن يتم تجميد النشاط الرياضي في ظل إقامة انتخابات البعض يرى أنها مخالفة للوائح والمواثيق الدولية. هناك تخوفات، هناك تخوفات. هل تنجح اللجنة الثلاثية بالتعاون مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز في إقناع الاتحاد الدولي وإرسال خطابات وإرفاق خطاب الأولمبية الدولية بها من أجل إقناعها بإقامة الانتخابات في موعدها وعدم بطلانها، من جانب أيضا على مستوى الأهلي والزمالك وتضارب واختلاف وتباين المستوى لما نلاقي الأهلي بيحصل على لقب السوبر ثم يتفوق بركلات الترجيح على فريق بحجم يانج أفريكانز اسم على مسمى فريق صغير ثم يتفوق في الدوري العام بنتيجة 3-1. الزمالك بعد صعوده لدور 16 من دوري أبطال إفريقيا بيتعرقل أمام تليفونات بني سويف من خلال التعادل السلبي في لقاء الأمس. على مستوى منتخب مصر أيضا والكابتن شاوي غريب وبعد التفوق في لقاء البوسنة اللي يقيم في النمسا، هل يستطيع أن يعود مرة أخرى منتخب مصر من خلال كابتن شاوي غريب إلى منصات التتويج وتحسين المراكز؟ ويمكن كان امبارح كان في تفوق ملحوظ في ترتيبنا وتصنيفنا الدولي وصعودنا 12 مركز، يعني وجودنا في المركز 26 دولية والمركز الثالث إفريقيا، يمكن ده تاني أفضل تصنيف بعد التصنيف اللي حصل عليه منتخبنا وكان في المركز التاسع في 2009 لو تفتكروا في بطولة العالم للقارات، المباريات الجميلة اللي أدها منتخبنا بقيادة كابتن حسن شحاتة سواء أمام البرازيل أو أمام المنتخب الإيطالي. أسئلة كتير وتساؤلات كتير واستفسارات أكتر، ويكون معنا الأستاذ محمد الشرقاوي الناقد الرياضي المتميز، واحد من النقاد الرياضيين المتميزين بالجرأة وهو رئيس القسم الرياضي بجريدة المصري اليوم، هيكون في ضيافتنا خلال الفقرة الأولى. أيضا كابتن رضا عبد العال واحد من نجوم الكرة المصرية، واحد من نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر،
جاب بطولات كتير مع الأهلي أو مع الزمالك، كل يشهد له بالمهارة والتألق في الملاعب، أيضا على المستوى الأخلاقي وأيضا على مستوى الإدارة الفنية لنادي طنطا في الوقت الحالي، واللي هيستفيد بيه بشكل كبير جدا دكتور إيهاب الكومي في ضيافته في الفقرة الثانية. كل تأكيد علاء، زي ما أنت قلت دلوقتي عندنا الفقرة الثانية هتكون النهاردة مليئة بالكواليس العديدة. خلال أسبوع مضى يعني كان في الكثير جدا من الأحداث الساخنة اللي شهدها اتحاد الكرة المصري، لعل أبرزها الكارت الأحمر اللي أخرجته لجنة أندية القسم الثاني اللي بترأسها اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة، لما طلع الكارت الأحمر للجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة الزميل خالد كامل. لكن اتحاد الكرة كان له رأي تاني، استخدم حق الفيتو لما قال في تجديد الثقة في لجنة مسابقات القسم الثاني. وما بين التجديد وما بين الكارت الأحمر حكايات وروايات هنتعرف عليها بالتفاصيل، وأسرار هتعرفوها لأول مرة النهاردة. كمان عندنا مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني، بدأنا لعبة الكراسي الموسيقية في جدول الترتيب ما بين صعود وما بين هبوط، وأحداث ثخينة جدا وخناقات ومحاضر في الإسام وحاجات كتيرة جدا هتنتظروها خلال الفقرة التانية. عشان كده بقول لازم تكونوا موجودين معانا النهاردة، لأن هتشوفوا حاجات عجب عجاب في القسم التاني. لكن بكل تأكيد كلنا هنستمتع خلال الفقرة الأولى بزميلة دكتور علاء مرتضى وبصحبتي الناقد الرياضي الخلوق محمد الشرقاوي. عشان كده بقول أسرار كتيرة كمان جدا في الدوري الممتاز وانتخابات الأندية، سواء اللي بتقام دلوقتي في نادي الشمس والصيد، وعندنا كمان بالآس والمريخ اللي حصل فيها، ده كله هنستمتع به في الفقرة الأولى خلال زميلي علاء مرتضى والناقد الرياضي محمد الشرقاوي، لكن بعد هذا الفاصل. هنمشي على الكلام دوت. السلبية اللي عندي أنا يمكن إحدى الحاجات اللي هي في رأيي الشخصي إن هي سلبية كبيرة مش صغيرة، إن أنت النهاردة تعمل انتخابات الأندية على لائحة قانون ولائحة معينة وفيها عوار مع سيادتكم 18 بند في اللائحة، 18 بند في اللائحة التي تقام عليها الانتخابات مخالفة للنساق الأولمبي وتدخل الجهات الإدارية. قيس على كده إن أنا النهاردة بعمل هذه الانتخابات على هذا العوار الموجود، مع العلم إن إحنا كنا ممكن نعمل كلام دوت خلالنا على أساس إن إحنا نمد الفترة لغاية ما يخلصوا القانون اللي هم بيقولوا إن هم خلصوه، أتمنى أو يعني قطعوا شوط كبير فيه ويعتمد وبعد كده يتم تنفيذه. الحقيقة حاجة مزعلاني أوي إن في أربعة مضيين على هذه القرارات من اللجنة الثلاثية اللي أنا قلت أساميهم. ونمسك الأربعة قلت أن الأربعة في جميع تصريحاتهم سواء في الصحف أو في القضايات أو في أي قنوات موجودة بيقول لك إيقاف اللوائح الحالية، عمل قانون، عمل لوائح الأندية والاتحادات، إجراء انتخابات. طب أنت النهاردة حاطتني في موقف كأندية أن أنا بطبق القانون القديم اللي أنت رابطه، حطيت في موقف كأندية إن أنا أحط اللائحة الأصلية يعني اللائحة الموجودة فيها 18 بند مخالف. مرة أخرى نتواصل أعزائي المشاهدين مع ضيفي اليوم الأستاذ محمد الشرقاوي الناقد الرياضي الأجرأ بشكل كبير جدا، واللي بيتميز دايما بقوة تصريحاته وقوة مقالاته بشكل كبير جدا. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ علاء، تحياتي ليك. تحياتي ليك. يمكن البداية بتفرض نفسها، يمكن حديث صباح والمساء هو الانتخابات سواء على مستوى جميع الأندية ولكن تحديدا الأهلي والزمالك كقلعتين أو كحصنين داخل الكرة المصرية وقضايا الكرة المصرية. بدايتنا كانت بالمؤتمر الصحفي، كابتن حسن حمدي
المؤتمر ده أجل، كان تم إعلان من قبل أنه هيتم عقده ولكن تم تأجيله، وقالوا أن المهندس خالد عبد العزيز طلب تأجيل هذا المؤتمر. كابتن حسن حمدي اتكلم في نقاط عديدة بالأمس، إجراء الانتخابات، وقال أن مخالفة للوائح والقوانين والمواثيق الدولية، ولكن النادي الأهلي هيوافق على ده من أجل المصلحة العامة ومن أجل السياق العام. بشكل عام كيف ترى هذا المؤتمر الصحفي، توقيته والقرارات اللي طلبها كابتن حسن حمدي، خاصة أنه أعلن أنه هيلتزم بالانتخابات وهتكون في موعدها في 28 مارس؟ هو أنا شايف أن الكابتن حسن حمدي امبارح عمل مؤتمر عشان يجمل الصورة بتاعته بعد ما انكشفت كل الحقائق قدام الرأي العام، الناس كلها عرفت الخدعة الكبيرة اللي كنا عايزين يمرروها على الشعب المصري وعلى الوسط الرياضي المصري، حجة ان اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم هيعاقبوا الرياضة المصرية وهيجمدوا النشاط الرياضي المصري. كابتن حسن حمدي ثبت بالدليل قاطع انه كان واحد من الناس اللي بيخططوا لعرقلة انتخابات الأندية عشان البقاء في المنصب، ده أمر مفروغ منه، بدليل المحاولات اللي بيعملها مجلس إدارة النادي الأهلي حاليا علشان تعطيل الانتخابات، واخرها ان هم ما يعني اخروا تعليق الكشوف المرشحين والميزانيه الماليه للنادي الاهلي، كان ده هيهدد انتخابات النادي الاهلي بالبطلان لولا ان الناس لحقت الامور في اخر يوم وفتم اعتماد يعني تعليق الكشوف وتم الكلام دوت. ولكن انا ليا ملاحظات كتيره على كلام الكابتن حسن حمدي امبارح في المؤتمر. الناس اللي هو هاجمها ديت سواء الدكتور حسن مصطفى او الكابتن خالد زين او كابتن هنا بريده، هم دول كانوا اعوانه، هم دول اللي كانوا متحالفين معاه في الشهور اللي فاتت دولت ضد طاهر ابو زيد وزير الرياضه السابق علشان يعطلوا الانتخابات، كانوا عايزين يعيشونا في وهم كبير او خدعه كبيره اسمها ان اللجنه الاولمبيه الدوليه هتوقف لنا النشاط. القصه اللي فاتت في الشهور اللي فاتت دي كلها يا استاذ علاء كانت بين حاجتين من وجهه نظري، بين سياده الدوله، سياده مؤسسات الدوله، وان الدوله تفرض هيبتها مره ثانيه على كل المجالات بما فيها المجال الرياضي. طب ده هيتعارض مع وبين مصالح ده هيتعارض مع الحق الرياضيين او حق اللجنه الاولمبيه في الاشراف على الاتحادات وضمان الاستقلاليه التامه للانديه. ما هو ده اللي حصل يا استاذ علاء، يعني دلوقتي اللجنه الاولمبيه طول عمرها ما بتشرف على الرياضه من الناحيه الفنيه، لك ان تعلم ان اللجنه الاولمبيه دخلت في صراع جانبي مع طاهر ابو زيد في الشهور اللي فاتت ديت، يعني تفرغت فيه لصراعات جانبيه ونسيت فيه اعداد الابطال بالفعل للاولمبيات اللي جايه. يعني انت فين الاعداد بقى للاولمبيات؟ احنا بنقول عايزين ميداليات اولمبيه وعايزين نعد المنتخبات وعايزين نجهز اللعيبه بتاعتنا، لو انت رحت المركز الاولمبي في المعادي هتلاقي الابطال بتوع اللعيبه في الالعاب الفرديه وفي الالعاب الجماعيه بيشتكوا من الاهمال. في النهايه لا يصح الا الصحيح. خلينا نشوف اسامه امام، معلش اقطع حضرتك للحظات بس، اسامه امام من انتخابات نادي الشمس، خلينا نطمن على مباريات الامور هناك وكيف تسير الامور في انتخابات نادي الشمس. هنشوف مع بعض تقرير من هناك واسامه امام. 455 فدان، واستطاع طبعا الراحل المهندس محمد الملاح رئيس نادي الشمس السابق ان هو يجمع 25,000 قادمين، اصبحت او 15,000، اصبح 475,000 فدان. عدد الاعضاء المسجلين لنادي الشمس اللي ليهم حق التصويت 140,872 عضو، دول ليهم حق التصويت. يمكن النهارده اللجان اللي بتتم عمليه التصويت من خلالها، عمليه التسجيل بيتم من خلال 120 لجنه، وايضا بيتم الادلاء بالاصوات عن طريق 120 لجنة إدلاء. يمكن معانا في هذه اللحظات الأستاذ محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ويمكن النهاردة أستاذ محمد انتخابات نادي الشمس وجمعية عمومية نادي الشمس في سلسلة جمعيات عمومية بتتم على مدار هذا الشهر في أندية مصر المختلفة. في البداية طمنا عن هذه الجمعية العمومية النهاردة. والله النهاردة الجمعية العمومية محترمة، أعضاء جمعية عمومية على أعلى مستوى، الإشراف القضائي كامل برئاسة المستشار هشام إبراهيم المحترم المتطوع ابن النادي هنا، كل لجنة من 120 قاعد عليها مستشار، المنافسة شريفة جدا ومحترمة ما بين الأربع رؤساء الموجودين والمتنافسين، الإقبال صحيح ما كانش في بالإقبال المتوقع النهاردة لغاية دلوقتي حوالي يتراوح في حدود، يعني مش هنقول رقم تحقيق، في حدود من 10-12 ألف، لكن ده مرتبط برضو بالظروف اللي محيطة خارج نادي الشمس ومظاهرات الإخوان، لكن أنا شايف فيه إقبال بدأ حاليا، إن شاء الله احنا مستمرين لغاية الساعة 8 وبعد كده بيتم فرز قدام الأعضاء كلهم
وبتعلن نتائج صندوق صندوق في حضورهم. وما يعنينا في هذه الانتخابات وغيرها هو إظهار رغبة أعضاء الجمعيات العمومية الحقيقية واختيارهم لمجالس إدارة بشكل ديمقراطي يتوافق بقى مع الميثاق الأولمبي والكلام الجميل ده كله. يا فندم يمكن النهارده اللي بيتم الجمعية العمومية ويمكن الأعضاء حضرتك بتقول الأعضاء عدد الأعضاء المقبلين توافدهم قليل، ده شايفه بس لنتيجة الظروف اللي بيمر بيها المنطقة المحيطة بنادي الشمس ولا للظروف اللي بتمر بيها الرياضة المصرية بصفة عامة من تخبط في إقامة الانتخابات أو عدم إقامتها، ظروف الرياضة المصرية، خطابات اللجنة الأولمبية الدولية، حضرتك شايف الكلام ده كله إزاي؟ كل دي اسباب، كل دي اسباب. احنا لغايه اخر لحظه يمكن من اسبوعين لغايه ما جه المهندس خالد عبد العزيز وما كناش عارفين هتتعمل انتخابات ولا، لكن هو عمل المعادله الصعبه ان ما فيش ايقاف للنشاط والانتخابات تتعمل. في ناس ما كانتش معتقده تماما في ظل الهجمه الاعلاميه اللي كانت موجوده ان ممكن انتخابات تتعمل. النهارده ده انتصار لرغبه الجمعيات العموميه، هو ده الصح، ده وانتصار لهيبه الدوله. وان شاء الله احنا مكملين، عندنا الاسبوع الجاي هليوبليس وبعديه بقى يعني الموقع الكبرى بقى الاهلي والزهور والطيران في يوم واحد. لكن الحمد لله المصريين بيتميزوا بحبهم لبلدهم وده اللي شايفينه النهارده الحمد لله. اخيرا قبل ما نختم اللقاء معاك، النادي الاهلي يمكن اكد لنا في لقاء سابق ان وضع النادي الاهلي هيبقى صعب في الانتخابات. بص حضرتك، هو النادي الاهلي يختلف عن انديه مصر كلها. النادي الاهلي ما بيخشش في صدام قانوني خاسر، ويمكن اللي حصل الفتره اللي فاتت لولا ان احنا بنتصرف وفقا لصحيح القانون كان الوضع اختلف. لكن انا بقول لك الجمعيه العموميه الاهلي هتبقى افضل جمعيه عموميه حصلت السنه دي كلها وحصلت في تاريخ النادي الاهلي. اخيرا السؤال الاخير ممكن بيسالوني في الاستوديو، النتائج هتعلن امتى في بالنسبه لانتخابات نادي الشمس، وامتى هيتم اغلاق باب التصويت؟ هيغلق باب التسجيل الساعه 8، لكن الموجودين هنا في الادلاء بصوت هيستمر لغايه اخر واحد. مجرد ما ينتهي هنبدا عمليه الفرز. بالخبره كده مش هيبقى قبل الساعه 2 3 بعد نص الليل هنعلنها يعني. استاذ محمد سهيله مدير مديريه الشباب والرياضه بالقاهره، بنشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، يمكن دي طبعا انتخابات نادي الشمس الرياضي، الاقبال زي ما انتم حضراتكم شايفين اقبال ضعيف حتى الان على هذه الانتخابات. في الثانية صباحا تغلق أبواب الانتخابات في نادي الشمس، لا يعلن من هو الفائز بالرئاسة ومقعد نائب الرئيس. أيضا هيتم إعلان كافة الأعضاء اللي هيفوزوا بانتخابات مجلس إدارة نادي الشمس. نعود للحديث مع أستاذ محمد الشراوي، وكنا بنتكلم في انتخابات النادي الأهلي، وهل شايف من خلال متابعتك أن الانتخابات هتتم في موعدها سواء على مستوى النادي الأهلي أو نادي الزمالك في ظل الأجواء وفي ظل التوترات وفي ظل التصرفات الإدارية اللي شايفها من وجهة نظرك في النادي الأهلي إن في تعطيل بشكل أو بآخر؟ لا، هو مؤامرة التعطيل لانتخابات النادي الأهلي دي تم إفسادها من الجهة الإدارية مديرية الشباب والرياضة. أنا عايز أقول استكمالا للتقرير بتاعكم بخصوص انتخابات نادي الشمس، ده أكبر رد على المشككين اللي طلعوا من أيام وكانوا بيقولوا إن الأمن مش عايز يأمن انتخابات الأندية وإن الظروف الأمنية مش الظروف الأمنية. أنا عايز أقول للناس كلها أدي انتخابات الشمس معمولة هات بشكل كويس جدا وبشكل سلس جدا وبشكل محترم جدا. ابعدوا أنتوا بس عن الأمن، الأمن المصري قادر تماما إن هو يأمن أي شيء سواء انتخابات أندية أو إذا كان يأمن انتخابات رئاسة الجمهورية مش قادر يأمن انتخابات أندية. الأمن المصري على يعني ماشي بشكل محترم جدا وماشي زي القطر كده اللي قدامه هيدهسه. انتخابات الانديه هتقام في موعدها، خلاص كل المؤامرات تقريبا يا استاذ علاء اللي اتعملت عشان تعطيل انتخابات الانديه وان هم يعني ايه يهزوا هيبه الحكومه وهيبه الدوله، كل المؤامرات دي تقريبا الى حد بعيد جدا خلاص انتهت. المسار ماشي في طريقه الطبيعي. انا عايز اقول حاجه بس كمان بالنسبه لي اللي بيتكلم على اللجنه الاولمبيه الدوليه والميثاق الاولمبي والكلام ده، كابتن حسن حمدي، طيب ما الجمعيه العموميه لكل نادي هي اللي هتقول مين اللي تختاره، يعني الكلام دوت لو الحكومه او وزاره الشباب والرياضه هي اللي جايبه انتخابات معينه كنا نقول اه في تدخل حكومي ده مخالف للميثاق الاولمبي الدولي، ولكن احنا سايبين الامور كلها او الحكومه سايبه الامور كلها في انتخابات الاهلي او في الزمالك وكل ده. الجمعيه العموميه هي اللي هتقول كلمتها، هي اللي هتقول مين اللي تختاره سواء المرشح دوت او المرشح دوت، وده قمه الديمقراطيه وهو ده ما يخالفش الميثاق الاولمبي الدولي. ايضا يمكن الانتخابات بشكل عام في مختلف الانديه في شد وجذب وفي كلام كتير. عندنا انتخابات النهارده، انتخابات نادي الشمس، واعلان النتيجه هيكون في الثانيه من صباح اليوم.
انتخابات نادي الصيد ايضا هتكون في يوم 22/3 السبت بعد القادم. انتخابات نادي الصيد ايضا واحد من الانديه الكبيره اللي بيكون انتخاباتها بتشهد شد وجذب بشكل كبير جدا. زي ما قلت زي ما اتكلمنا عن الاهلي والزمالك ايضا شايف مين الاقرب للفوز برئاسه النادي الاهلي سواء على مستوى مقعد الرئاسه مقعد النائب والاعضاء على مستوى الاهلي والزمالك. هو بالتاكيد في كلا الناديين الاهلي او الزمالك هيبقى في مجلس اداره ائتلافي، يعني النادي الاهلي اتعود دايما في السنين اللي فاتت ان قائمه واحده هي اللي بتكتسح سواء بنسبه 100% او بنسبه 90 او 95%. اعتقد ويمكن الناس كلها يعني شايفه الرؤيه ديت بالنسبه لانتخابات النادي الاهلي ان هيبقى المجلس الجديد ده مجلس ائتلافي من كلا القائمتين سواء قائمه المهندس محمود طاهر او من قائمه المهندس ابراهيم المعلم. انا عايز اقول لك ان الامور في النادي الاهلي امور هاديه الى حد بعيد جدا سواء يعني في العمليه الانتخابيه مفيش يعني المشاحنات او الخناقات او زي ما الناس متصوره. قائمتين ماشيين بشكل محترم جدا في الدعايه لنفسهم، يعني كل قائمه بتدعو لنفسها. يعني انا مش عايز اتكلم ان يبقى او اذكر اشخاص او اذكر مرشحين عشان ما يبقاش ده تاثير مني على اعضاء الجمعيه العموميه، ولكن انا باكد لك ان يعني الناس فاهمه كل حاجه، الناس ذكيه جدا. المرشحين اللي موجودين في النادي الاهلي وبينتموا للاخوان المسلمين الناس عارفاهم كويس جدا، واعتقد ان الجمعيه العموميه النادي الاهلي هتلفظهم من مجلس اداره النادي الاهلي زي ما الشعب المصري لفظ الاخوان المسلمين في الحياه السياسيه. اعتقد برضو ان الجمعيه العموميه انا متاكد ان الجمعيه العموميه النادي الاهلي هتلفظ اي مرشح ينتمي الاخوان المسلمين في انتخابات النادي الاهلي. ولكن خليني من خلال متابعتك ايضا، هل القائمه كامله في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ما بتفرقش معاه القصه دي قوي ان يكون قائمه بكاملها بتنجح او قائمه مثلا الرئيس منها والاعضاء من الجبهه الثانيه، هل من الممكن انها تحدث تاثير كبير على اداره النادي بشكل عام ولا النادي الاهلي ما بيتاثر ومتعود من خلال المسيرات السابقه لمجالس ادارات مختلفه؟ لا، هو الميزه في القائمتين المتنافستين في النادي الاهلي المره دي ان هم متقربين من بعض، يعني هم اصحاب. يعني تلاقي مثلا عماد وحيد المرشح في فوق السن في قائمه محمود طاهر ده يبقى نسيب خالد مرتجي اللي هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي المفروض ان هو يعني يمكن يعني في تداخل بينه وبين قائمه ابراهيم المعلم وهكذا، بتلاقي الامور داخله في بعضها. كابتن حسن حمدي حتى الامس لم يعلن يعني مساندته لقائمه معينه بشكل واضح. يعني كابتن حسن حمدي مش محتاج ان هو يعلن مساندته لان معروف جدا في النادي الاهلي ومعروف قدام الراي العام ان كابتن حسن حمدي مساند للمهندس ابراهيم المعلم ومساند للقائمه. شايف انها تفرق بشكل كبير مسانده كابتن حسن حمدي والمجلس الحالي لقائمه ابراهيم المعلم وفقا لرؤيتك؟ تفرق معاهم في السلبيات الكبيره اللي موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي والمشاكل اللي موجوده واللي لامسها اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، اعتقد ان هي ممكن تاثر بالسلب على قائمه المهندس ابراهيم المعلم. يعني ممكن المهندس ابراهيم المعلم وقائمته يشيلوا السلبيات اللي عاملها مجلس الاداره الحالي. انت عارف ان النادي الاهلي في مشاكل حاليا، مشاكل مع الموظفين، في اعتصامات وفي مظاهرات بالنسبه للموظفين الموجودين بالنادي الاهلي عشان تاخير مرتباتهم وتاخير المكافئات بتاعتهم. برضه مستوى فريق الكوره مش مرضي للناس كلها بالنسبه لاعضاء ومشجعين النادي الاهلي. النشاط الرياضي، لعيبه النشاط الرياضي مستحقاتهم متاخره، يعني في مشاكل كتير جدا سايبها المجلس الاداره وتركه تقيله جدا بالنسبه لاي مجلس جديد هيشيل تركه كبيره في النادي الاهلي. اعتقد ان ده ممكن يعني تتحمل على قائمه المهندس ابراهيم المعلم بشكل سلبي. خلينا نشوف تقرير من نادي الزمالك والندوات الانتخابيه اللي هنتكلم عنها بشكل كبير جدا، وهل مجلس الاداره الحالي في نادي الزمالك قادر على الوقوف بمسافه واحده من جميع القوائم وهل هيستطيع فرض هذه السيطره؟ عشان خاصه كان في تصريحات يمكن من منصروف جاسر بالامس وقال طلب ده من مجلس الاداره الحالي وقال لابد ان يكون في عداله في هذا الموضوع تحديدا. خلينا نشوف المؤتمر للكابتن محمود ابو رجيله ونرجع نكلمه. انتخابات نادي الزمالك السنه دي مختلفه خالص لان اكثر الناس اللي داخلين فيها من ولاد النادي، حتى الرؤساء اللي موجوده ولاد النادي من زمان وناس كتيره منها اتشرفت بانهم يكونوا رؤساء النادي. رحاب محمود ابو رجيله من يوم ما اتولد ومن 6 سنين وهو في مدرجات نادي الزمالك، واكثر من مره حاول بقدر الامكان، بس للاسف ان احنا كنا خارج القاهره وجينا فتره من فترات كانت المشاكل كتيرة جوه نادي الزمالك
واحنا اتربينا علينا نحترم الناس. فهو المره دي يعني عنده 44 سنه وعنده شركه بسم الله ما شاء الله، وراجل عينيه مليانه وعايز يخدم نادي الزمالك لانه هو متربي جوه نادي الزمالك. اذا كان رحاب ابو رجيله بعد الله سبحانه وتعالى كان سبب في تجميع هذه النخبه المميزه من جميع انديه مصر، كوره، سله، طايره، هاندبول، اعتقد ان انا يعني دي لوحدها كفايه. انا النهارده بعتبر نفسي ان انا نجحت بان انا تواجدت وتشرفت بوجود الناس ديت. انا قدمت نفسي، الفكره اللي عندي اول حاجه بقولها ان احنا نفسي النادي الزمالك يرجع زي زمان. حتى اخترت الشعار بتاع الحمله بتاعتي ان احنا هنرجع امجادنا. يمكن ما اكونش يعني اشتغلت في نادي الزمالك او استفدت منه، بس استفدت من اسم والدي اللي عمله في نادي الزمالك. بعتبر ان انا اي قرش جالي بعتبره ان هو من فضل نادي الزمالك عليا. انتخابات قويه داخل نادي الزمالك، انتخابات يمكن بوادرها بدات من قبلها بشويه، قائمه دكتور كمال درويش، استاذ مرتضى منصور، مهندس رؤوف جاسر، شايف مين الاقرب لحسم هذا الانتخاب؟ وهل في قائمه من الممكن انها تنجح باكملها، ولا شايف نفس الامور في النادي الاهلي؟ لا اعتقد انها هتبقى زي الامور بالنسبه للنادي الاهلي، ان هيبقى قائمه ائتلافيه. الانتخابات الزمالك انا شايف ان هي يمكن عكس ما تعودنا هاديه نسبيا، يمكن مش عارف هل ده عشان الناس مشغوله بالاحداث السياسيه وانتخابات رئاسه الجمهوريه يمكن واكله الجو من انتخابات الزمالك، ولكن انا شايف ان هي بسم الله ما شاء الله يعني تحزنهم في نادي الزمالك، مفيش خناقات ومفيش دم موجود، يعني مفيش يعني الكلام اللي كنا متعودين عليه في نادي الزمالك. وده يحسب على فكره لكل المرشحين اللي موجودين دلوقتي في نادي الزمالك، ما يحسبش عليهم ان في التزام بالفعل بكل مرشح بالبرنامج الانتخابي بتاعه. اعتقد ان هيبقى في جيم كبير جدا في على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبله بين الثلاث مرشحين اللي حضرتك ذكرتهم. طبعا التربطات والكلام دوت، يمكن انا سمعت ان ممدوح عباس نكايه في مرتضى منصور هيأيد رؤوف جاسر والكلام ده، يعني ده هيدي برضو يمكن شيء من القوه في تعليقك ايه على بعض المرشحين اللي بيتركوا قائمه وذهبوا لقائمه ثانيه؟ يمكن كان في ثلاث اعضاء كانوا موجودين في قائمه دكتور كمال درويش وانتقلوا الى قائمه الاخرى، قائمه بص ده شغل انتخابات وده تربطات، ولكن طالما ما فيش حاجه اعلنت بشكل رسمي، يعني ما فيش قائمه اعلنت بشكل رسمي، من حق كل مرشح ان هو يختار القائمه اللي هو يرتاح فيها. هل بيستشعر المرشح مدى قدره الطرف او القائمه الثانيه على النجاح، او بيستشعر انه من الممكن انه فرص نجاحه تبقى بشكل اكبر في القائمه الثانيه من خلال لقائه بالجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه، وبناء عليه بياخد قرار بده، ولا الموضوع بيبقى اتصالات وتربطات بشكل اكبر؟ لا هو بالتاكيد يعني اتصالات وتربطات، ولكنها اتصالات وتربطات مشروعه في اي انتخابات، سواء انتخابات انديه او انتخابات سياسيه. دي تربطات، كل واحد بيشوف اللي هو في المصلحه بتاعته او مصلحه النادي من وجهه نظره، وكل واحد بينضم للقائمه اللي هو عايزه، والا ما كانوش كل مرشح انضم او عملوا قوائم، يعني كل واحد كان دخل بشكل فردي. ولكن في النهايه الجمعيه العموميه تختار طبعا بالتاكيد الافضل والاصلح ليها من وجهه نظرها. المرشح اللي هيقدر يوصل لقلب العضو الجمعيه العموميه هو اللي هيقدر يكسب الانتخابات. ولكن انا نفسي بس ان انتخابات الزمالك ما تاثرش بالسلب على فريق الكوره، يعني ما ينسوش ان في فريق كوره موقفه متعسر جدا دلوقتي في الدوري، جمهور الزمالك مش راضي عن اداء الفريق، لازم يبقى في حل. مش عايز دكتور كمال درويش يعني ينسى ان هو اللي بيدير النادي دلوقتي، وينسى ان في فريق كوره ينشغل يعني بالامور الانتخابيه لغايه ما فجاه ما تلاقيش الزمالك في الدور الثاني في بطوله الدوري العام. لازم يبقى في الدوره الرباعيه بالظبط، يعني لازم يبقى في رقابه بالنسبه، لازم يبقى في محاسبه للجهاز الفني، مجلس الاداره الحالي في ناس فيهم خبرات كبيره في كره القدم زي الكابتن ايمن يونس، المفروض يبقى في قاعده مع المدير الفني، لان بصراحه اداء نادي الزمالك ما يرضيش حد. مباراه الامس امام تليفونات بني سويف والتعادل السلبي، مباراته برضه في دوري ابطال افريقيا قدام الزمالك في المركز الرابع، الاهلي في المركز الرابع، هل من الممكن ان احنا ما نشوفش الفريقين في الدوره الرباعيه دوري تحديد البطل؟ والله احتمال وارد بقوه ان انت ما تلاقيش اي يعني لا اما الفريقين او حد من الفريقين ما تلاقيهمش في الدوره الرباعيه، طالما استمر الحال بالشكل ده بالنسبه للفريقين. نادي الاهلي لجنه الكوره يعني خلاص رمته، سايبها كده، سايبها محمد يوسف
يعني يقاتل زي ما الناس بتقول هو والمجموعة اللي معاه بأقل الإمكانيات. أعتقد أن برضو نفس الحال بالنسبة لنادي الزمالك، رغم أن أنا شايف أن المجموعة اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك أفضل من المجموعة اللي موجودة مع محمد يوسف بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن لسه في حاجه غلط بالنسبه في فريق نادي الزمالك. بالنسبه لفريق نادي الزمالك تحديدا، في البعض بيقول ان فرص الزمالك افضل في ظل تعرقل الاسماعيلي وبتروجيت، وعلى الجانب الاخر النادي الاهلي في تفوق من سموحه والاتحاد السكندري والمقاولين. هل فرص الزمالك زي ما اتكلمنا عن خطوره الوضع وامكانيه صعودهم الى او دوره الترقي اللي هتحدد فيها البطل الدوري الممتاز؟ المشكله ان الزمالك مش قادر يستفيد من تعثر الاسماعيلي وبتروجيت، يعني الاسماعيلي اتهزم فالزمالك اتعادل، يعني ما بيقدرش ان هو يستفيد من تعثر المنافسين. طب انت هيفيدك بيه ان المنافس بيتعثر وانت كمان بتتعثر؟ يعني لازم الزمالك، اعتقد ان لازم، يعني الناس لما جابوا ميدو قالوا ده راجل احترف في اكبر الانديه الاوروبيه وهيجي بقى عنده فكر اوروبي وهيعمل بقى الشغل بتاع اياكس ومارسيليا والكلام دوت، ولكن ما شفناش، يعني كأن مدرب كان بيلعب في مراكز الشباب مش بيلعب في انديه اوروبيه كبيره زي رغم صعوده لدور ال 16 من دوري الابطال. صعد ازاي يا استاذ علاء؟ الزمالك صعد ازاي لدور ال 16؟ مباراه هنا تفوق 1-0 وتعادل هناك بالعافيه 1-0 في القاهره، قلت عليهم ده اخطر فريق في افريقيا. رحت هناك في انجولا رصصت الفرقه في نص ملعبك وتعادلت واعتمدت على توفيق عبد الواحد. هو النادي الاهلي يعني صاحب اللقب الموسم اللي فات لا انا ما بعملهاش اهلي وزمالك يا استاذ علاء. الاهلي على فكره ظروف عاليه، الاهلي اسوأ من الزمالك. يعني لو احنا نتكلم على لو بنقارن، انا بكلمك في ظروف صعبه بيمر بيها الفرقتين. الاهلي اسوء، الاهلي اسوء من الزمالك، والاهلي صعد لدور ال 16 بالحظ. يعني لولا الحظ ما كانش الاهلي صعد لدور ال 16، والاهلي ما يستحقش ان هو يتاهل لدور ال 16 بالمستوى اللي ادى بيه هنا في مباراه العوده في القاره قدام يانج افريكانز. طب خليني اسالك سؤال، يعني شايف ان اداره الزمالك اخطات في التعاقد مع ميدو؟ في ظل النتائج اللي موجوده بالتاكيد اخطات اداره الزمالك بالتعاقد مع ميدو. الزمالك كان سيء مع حلم طولان، اصبح اسوا دلوقتي مع ميدو. طب البديل كان مين؟ انا ما اعرفش البديل كان مين، ولكن انت كاداره لا، اما انا بقول لك كان سيء بالنسبه مع حلم طولان، دلوقتي الفريق بقى اسوا مع ميدو، يبقى مين المسؤول؟ المسؤول مجلس الاداره اللي جاب ميدو. يعني انت جبت واحد على اساس ان هو هي هي هيعمل طفره بالنسبه للفريق، الطفره دي ما حصلتش، يبقى مجلس الاداره اذا مسؤول واخطا ان هو شال حلم طولان. ابناء نادي الزمالك كتير وموجودين ناس خبرات، انت اعتمدت على ان انت هتجيب عنصر شاب وعنصر هيبس الحماس ويبس مش عارف ايه والكلام، ما حصلش الكلام ده، والفريق ما فيش روح، ما فيش لياقه بدنيه، ما فيش فكر فني بالنسبه للجهاز، ما فيش حاجه خالص. هو الزمالك كان خسر 5 نقاط في ظل تولي كابتن حلمي طولان مدير فني نادي الزمالك، وخسر 6 نقاط في 5 مباريات مع كابتن احمد حسام ميدو. طيب ما هو ده دليل ان الزمالك دلوقتي أسوأ من قبل كده، وانت بتجيب واحد، انت بتغير واحد عشان تبقى أسوأ ولا عشان تبقى افضل؟ يعني انت للاسف انت غيرت عشان تبقى الفرقه دلوقتي اصبحت أسوأ من دلوقتي، بدليل ان احنا بنتكلم دلوقتي الزمالك هيتاهل الدور الرباعيه ولا مش هيتاهل الدور الرباعيه. سيبك انت دلوقتي داخل على الدور الثاني. الزمالك ليه مباراتين مؤجلتين برضه؟ معلش مع احترامي الشديد، الزمالك ما تعادلش مع بتليفونات بني سويف بالشكل ده. يعني كان المؤتمر الصحفي كابتن احمد حسام ميدو قال ان او برر ده بشويه الى حد ما، ما القاش طبعا السبب كاملا على الارهاق وبعد العوده من رحله انجولا، ولكن خلينا التمس العذر الى حد ما ولا شايف. هو دايما كل مباراه انا ملاحظ ان الكابتن ميدو بيعمل شماعه للنتائج السيئه ما يذكرش فيها المدير الفني. يعني كل الناس، كل العوامل دي سلبيه، ما بيتكلمش على الاخطاء الجهاز الفني، ما بيتكلمش على الاخطاء بتاعته، ما بيعترفش ان في اخطاء فنيه في المباراه. يعني انا عايز اعرف، انت عندك لعيبه متميزه، افضل دلوقتي، افضل فريق من وجهه نظري، ممكن ناس كتير تختلف معايا في المساله دي، ولكن افضل مجموعه دلوقتي في اي فريق هي موجوده في نادي الزمالك. طب بعيدا عن الاهلي، اسماعيلي ودجله ايضا كان ليهم مشاركات افريقيه تعقلوا في الدوري، يمكن يعني الاسماعيلي خسر ووادي دجله تعادل حاله حال الزمالك، مفيش غير النادي الاهلي هو اللي قدر يكسب المباراه الامس امام منتج الحل. فشايف ان من الممكن يكون عذر مقبول، عذر انه الاسماعيلي في مشاكل اداريه وفي خناقات، مفيش استقرار فني. الاسماعيلي لما بيعمل نتائج كويسه بتحسب، ولكن الاسماعيلي ما نقدرش ان احنا نقارنه بين الاهلي مع الاهلي والزمالك. وادي دجله نادي مش جماهيري،
يعني بيلعب بشكل اهدى، ما فيش عليه ضغوط عصبيه. دي اول مشاركه له في يعني اول مشاركه افريقيه لفريق وادي دجله، يشكر ان هو وصل للمرحله دي. ولكن انا مع يعني معلش يعني صعب بجداره، يعني ما ينفعش يا استاذ علاء تقول ان تاهل الزمالك لدور ال 16 في دوري ابطال افريقيا ده انجاز. لا، الانجاز الحقيقي لنادي الزمالك لما نيجي نوصل يعني قبل النهايه تقدر تقول لي ده انجاز او مش انجاز. مش معنى برضو انه يوصل لدور الثمانيه او دوري المجموعات في بطوله افريقيا ان ديت انجاز. لا، الزمالك فريق كبير. يعني الزمالك تصنيفه تقريبا الثالث او الرابع افريقيا بالنسبه لافضل الانديه الافريقيه. ما ينفعش ان فريق زي الزمالك يصعد بالشكل ده للدوري ال 16، زي برضو ما ينفعش ان فريق الاهلي حامل اللقب ما ينفعش ان هو يوصل بالشكل دوت لدور ال 16. شايف ان حديث كابتن احمد حسام ميدو عن الفوز بالبطوله كان سابق لاوانه؟ يعني هيفوز بالبطوله ازاي وهو يعني بالاداء دوت؟ اعتقد طبعا دي يمكن امنيه من ميدو، ولكن أمنية. مش كل الاماني تتحقق. يعني انت هتتحقق ازاي بالشكل ده؟ انت لسه الصعب جاي. يعني انت لسه دوري المجموعات ولسه انت عندك مرحله كبيره جدا. طبعا النادي الاهلي في نفس الوقت كان فيه صعوبه جدا، وكان قاب قوسين او ادنى من الخروج من البطوله وبركلات الترجيح امام يانج افريكانز. الاهلي يا استاذ علاء عنده ميزه ميزه كويسه فيه، بيعرف يلم نفسه بسرعه، بيعرف يكسب. يعني ممكن السنه اللي فاتت خسر ثلاثه هنا في من بطل جنوب افريقيا، لم نفسه بسرعه لم نفسه بسرعه وقدر ان هو يكسب البطوله. الزمالك عنده عيب ان الهزيمه بتجيب هزيمه بتجيب هزيمه بتجيب هزيمه لغايه بقى ما ربنا يبقى ينفق في صوره الفريق. ما عندهمش القدره ان هم يلموا نفسهم بسرعه. ميدو في بدايه توليه كان اتكلم عن انه بيحاول يعمل تيم تاني، تيم موجود بيدخل عناصر كتير، بيقول ان الزمالك الموسم بتاعه طويل بيشارك في اكتر من بطوله، وبالتالي لازم يكون عنده جاهزيه للاعبين بدلاء يقدروا يكملوا معاه. هل شايف ان المعادله دي او التفكير ده اثر على اداء فرقه نادي الزمالك بشكل او باخر بالسلب؟ لا، ده في هنا يمكن تناقض غريب جدا. يعني ميدو قال ان هو بيغير اللعيبه كتير عشان الارهاق وعشان الاجهاد والكلام دوت، وعشان الماتشات بتتلعب في وقت ضيق. طب منين انت جيت اتحججت بعد كده ان الفرقه مجهده؟ يعني منين انت بتعمل تغييرات كتيره في صفوف الفريق وبتلعب ده وتريح ده وتعمل الكلام ده عشان الاجهاد وبتبرر يعني عدم ثبات التشكيل، وبعد كده بتيجي تقول اصل الفرقه مجهده؟ لا، كده الفرقه مش مجهده. يعني انت من الاول او حكينا ان الفريق مش مجهد بدليل ان انت بتغير التشكيل، بعد كده جيت قلت لا ده الفرقه مجهده. طب منين؟ ما هو انت تثبت لك على حاجه، لا اما الفرقه مجهده لا اما انت ما تغيرش التشكيل وتثبت التشكيل وتعتمد على عناصر معينه. ماتش المصري او مباراه المصري القادمه يوم الاثنين المقبل، هل هيكون اختبار قوي لميدو او هيكون مرتبط بحقيه بقاء ميدو في نادي الزمالك؟ اعتقد ان الماتش ده هيحدد بنسبه كبيره مصير استمرار ميدو مع نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، بالرغم تزامنه مع الانتخابات ومباراه ومرتبط في المباريات الافريقيه، خلاص مستعدوا للسفر لمواجهه لكان زامبي في ظل هذه الاجواء. هل ممكن الاستغناء عن لا مش استغناء، ولكن هتقلل جدا من رصيد ميدو عند مجلس الاداره. وبالمناسبه برضه انا بلوم مجلس الاداره في جزئيه ان ميدو لما تاهل من دور ال 32 لدور من دور ال 64 لدور ال 32 فرحوا وهيصوا وقالوا ده خلاص ميدو ده انجاز والكلام ده، وعملوا له عقد. بس يعني حقيقة الحق هو كان طلع وقال ان طبيعي ان نادي الزمالك يكون موجود في دور ال 32. ده طبيعي ان الزمالك يبقى موجود في الفاينل. احنا لو بتتكلم على الطبيعي، الزمالك المفروض انه بيخش اي بطوله افريقيه يبقى هدفه ان هو يوصل النهائي، مش ان هو ما بتتكلمش على دور ال 32 ودور ال 16. ولكن انا بتكلم ان ماتش المصري، خلينا نرجع لماتش المصري، هيخصم كتير جدا من رصيد ميدو عند مجلس الاداره وعند الجماهير برضه، لان الناس مش راضيه عن اداء الفريق. ميدو نجم من نجوم نادي الزمالك، من نجوم منتخب مصر، محبوب جماهيريا، ولكن الجماهير في النهايه عايزه نتائج، عايزه تكسب، عايزه الفريق يرجع لمكانته الطبيعيه. اصل مش معقول الزمالك يبقى في المركز الثالث او في الرابع كده. ما ينفعش الناس تتكلم الزمالك هيتاهل للدوري الرابعيه ولا لا. عيب في حق نادي الزمالك ان احنا نتكلم في الموضوع دوت. ولكن اللي وصل الكلام دوت الاخطاء الفنيه، اخطاء مجلس الاداره اللي مشغول بالانتخابات ومشغول بالتربطات الانتخابيه على حساب ان هو يتابع فريق الكوره، ان هو يشوف مشاكل اللعيبه يحلها. في اخطاء موجوده في نادي زي برضه موجود في نادي الاهلي، ناسيين برضه ان في فريق كوره عندهم والكلام دوت، ومأجلين كل شيء لغايه ما نتائج الانتخابات تتعمل، لغايه ما يشوفوا الانتخابات مين اللي هيجي، محمود طاهر ولا ابراهيم المعلم، يشوفوا هيجيبوا لعيبه ولا مش هيجيبوا لعيبه.
يعني يمكن الاهلي بيتاهل لدور ال 16 ثم بيعود بيتفوق بالامس على الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدف. هنتكلم في النقطه دي، ولكن خلينا استكمل النقطه دي. النادي الاهلي ايه المطلوب منه؟ يعني ايه المطلوب من لعيبته في الشكل فيما هو قادم تحديدا في ظل وصوله لدور ال 16، في ظل لاعبين حتى الان لم يتم التجديد لهم بالفعل، ولكن اظن انه مدي نفسه مساحه او المبررات انه سايبين اللعيبه دي شويه لغايه ما يشوفوا هيوصل بالنتائج لايه، خاصه عماد متعب اصابته لسه مش واضحه بشكل كبير، عبد الله السعيد كلام عن احمد فتحي ايضا، كل هذول اللعيب لسه ملفاتهم مفتوحه ولم يتم حسمها حتى الان. بص يا استاذ علاء، كمعلومات مؤكده بالنسبه لموضوع تجديد اللعيبه، اخر مهله للعيبه لعيبه الاهلي اللي هتتجدد عقودها بعد مباراه اهلي بنغازي لازم يكونوا راضين على لجنه الكوره، احنا معاكم او مش معاكم. خلاص ده كلام على كتبت النهارده في المصري اليوم مع عبد الله السعيد، قلت ان في ثلاث عروض جايه، وفي عروض جايه خليجيه لعبد الله السعيد، ولكن هادي خشبه اعلن النهارده بشكل صريح بعد مباراه اهلي بنغازي لازم يكون اللعيبه دي متحدد موقفها او هي محدده موقفها، لان دور الثمانيه انت عارف هيتلعب او دور المجموعات هيتلعب في شهر 5. النادي الاهلي عايز يجدد صفوفه، اللعيبه دي لو معاه خلاص هيعمل حسابه على يعني كده هيعمل حسابه على لعيبه ثانيه او مش هيعمل حسابه على لعيبه ثانيه، ولكن بشكل اكيد بعد مباراه اهلي بنغازي لازم يعني هادي خشبه هيكون حابب ان هو يحسم موضوع تجديدات عقود اللعيب. عايز اقول لك على حاجه ثانيه قبل ما ننتقل لنقطه، عبد الله السعيد ممكن نشوفه في الزمالك؟ لا ما اعتقدش. صعب ما اعتقدش. زي عماد متعب برضو؟ عبد الله السعيد لا، عماد متعب يعني يمكن نفى الموضوع بتاع انتقاله للزمالك، نفاه بشكل رسمي، وبالتالي طالما صاحب الشأن نفى معلومه انا مع المصدر ده قاعده اعلاميه وقاعده معروفه تماما، فما نقدرش ان احنا نتكلم ان عماد متعب يقدر يروح نادي الزمالك. نفس الحال بالنسبه لعبد الله السعيد بالظبط. عبد الله السعيد في عروض من بره، هو بيفضل بينها يمكن ثلاث عروض من بره، عروض من دول عربيه، عروض مغريه. انا بس عايز اقول لك ان في ازمه كبيره في النادي الاهلي، اللعيبه بس صبر لغايه الانتخابات ما تخلص. اللعيبه بقالها يمكن اكتر من سنه ما خدتش مستحقاتها، المكافئات بتاعه البطولات ما خدتهاش، طلبت لجنه الكوره اكتر من مره بالمستحقات والكلام ده، ولكن خلاص زهقوا من كلمه حاضر هنشوف هنجهز الكلام دوت. اخر مهله للاعيبه الاهلي مع الاداره لغايه بعد ما الانتخابات تخلص، تحسم مين مجلس الاداره اللي جاي. اعتقد ان احنا لو المجلس الجديد ما حلش الازمه بتاعه اللعيبه ومشكله المستحقات هتبقى في مشكله علنيه من لعيبه النادي الاهلي مع اداره النادي، لان انا عايز اقول لك ان في لعيبه في النادي الاهلي عليها شيكات وعليها اقساط وعليها حاجات متاخره ممكن مهدده بالحبس لو ما دفعتش الاقساط ديت. تاكيد لاعبين شاركوا في بطولات كتير للنادي الاهلي وحققوا بطولات كبيره وكان ليهم اسهامات كتير، ولكن الاهلي دايما بيقف قدام يعني جنب ولاده. بس دي ظاهره جديده على النادي الاهلي، يمكن في كل الانديه احنا دايما معروف ودايما بنكتب اخبار يعني مش عايزين نقول اهلي وزمالك في كل الانديه بيبقى في مشاكل ماليه مع فريق الكوره واللعيبه بتصرخ والكلام ده، ولكن الحته دي جديده بالنسبه للنادي الاهلي، ان انت توصل فريق او لعيبه النادي الاهلي ان هي تقول عندنا اقساط وعندنا شيكات واحنا جديده شويه على لعيبه الاهلي الكلام دوت، دي جديده على النادي الاهلي. اخبار ما كانتش بتتكتب على النادي الاهلي، ولكن بدات في ظل لجنه الكره الحاليه ومجلس الاداره الحالي انها تتقال على لعيبه النادي الاهلي. شايف ان المشاكل الاداريه هي اللي طرحت ده او هي اللي تسببت وانعكست على اللاعبين ومطالباتهم بمستحقاتهم بشكل او باخر، ومن حق كل لاعب انه يطالب بمستحقاته، ولكن في تقدير لظروف النادي بشكل او باخر. هو لعيبه الاهلي مقدره ظروف النادي وصبرت على النادي بدل السنه اتنين، ولكن خلاص في النهاية أنت عندك مستحقات لازم تدفعها وإلا هتخش هتتحبس يعني ما خلاص. وده على فكرة اللي مخلي اللعيبة اللي عقودها هتنتهي بتفكر إن هي تحترف بره عشان حتة التقدير المادي، وعايزين الناحية المادية برضو بتلعب دور كبير جدا. مباراة الأمس الأهلي والإنتاج الحربي وتألق موسى يدان، شايف إنه ممكن يحل محل أبو تريكة ولا المباراة ما تعتبرش اختبار قوي أو مقياس حقيقي لقدراته؟ لا مفيش حد يقدر يعوض مكان أبو تريكة في نادي الأهلي. أبو تريكة ده حالة خاصة صعب إن هو يتكرر في الكرة المصرية بصفة عامة. موسى يدان لغاية دلوقتي لسه من وجهة نظري ما أثبتش وجوده بشكل كبير، يعني مش اللعيب الفلتة اللي نقدر نقول إن هو نجم سوبر ستار. هو بيأدي تأخر كابتن محمد يوسف في الدفع بيه؟
هو بحجة ان هو ما كانش منسجم مع الفريق وكلام دوت، فده اللي خلاه متأخر في يعني سألنا على المسألة دي، فكانوا بيقولوا ان يعني لسه ما انسجمش وما تأقلمش مع الفريق، فعشان كده ده اللي خلاه يتأخر في الدفع. ولكن هو دلوقتي موسى يدان انا بعتبره احسن الوحشين اللي موجودين في عناصر النادي الاهلي، بس ده لو الفرقة اللي هي بتاعت 2005 و2006 و2004 كان ظهر بشكل افضل. موسى لا ما كانش هيلعب في التشكيل الاساسي، ما كانش هيلعب، بس هيلعب على حساب مين؟ انت كان عندك فرقه في 2005 و2006 اساس علاء، يعني محمد بركات ومحمد ابو تريكه وجلبرتو لا لعيبه وفلافيو وعماد متعب ايام ما كان عماد متعب. لا انت كان عندك فرقه ما حصلتش، يعني فريق الاحلام بالفعل في الفتره بتاعه 2004 لغايه 2010 موسى عيدان بيلعب لان ما فيش حد بيلعب في النادي الاهلي. يعني في كلام في المواقع وتم التوتر بيكلموك عليه بشكل كبير، جماهير الالتراس هيكون ليهم وقفات امام الانديه اللي بتطالب بعدم وجود الشرطه في المدرجات. تعليق. لا انا عايز بس الالتراس يدير البلد بقى. يعني الالتراس للاسف الشديد انا شايف ان الحكومه بدلعاه جامد جدا، مفيش حد واخد موقف، مفيش حد بيطبق القانون، محدش بيقول انتم يعني تعالوا على الالتراس او اصدموا الالتراس، ولكن انا نفس القانون يتطبق، اي حد يخرج عن النص يتحاسب، اي حد يخرج عن النص مفيش حاجه اسمها معلش او مش عارف ايه او عشان ده طالب او عشان ده مستقبله، اللي يخالف القانون يتحاسب ويتعاقب وفقا للقانون، مش الالتراس هو اللي هيجي ينظم الرياضه المصريه. لا ما ينفعش يبقى تهريج، ولو وزاره الداخليه وافقت على كده او اتحاد الكره وافق على كده يبقى ملهاش داعي ان احنا نلعب كره اصلا، دي ما تبقاش بلد. البلد ليها نظام معين، في حكومه معينه، في وزاره الداخليه هي اللي تامن. الالتراس دول بقى بتوجهاتهم السياسيه اللي معروفه للناس كلها، مش عاجبهم الماتشات او مش عاجبهم الداخليه تامن الماتشات ما يروحوش الماتشات. مفيش حاجه اسمها الماتشات من حقنا، لا الماتشات من حقكم ولكن بالادب بالاحترام بدون اي تجاوزات وبدون اي خروج عن النص، باحترام وزاره الداخليه تحضر الماتشات. مش عاجبك وزارة ما تحضرش الماتشات، ولكن كون ان احنا بس بنتناقش الالترس ينظم او يعني ايه الالترس ينظم او ما ينظمش، مين الالترس دول عشان ينظمها او ما ينظموش، يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ كل شويه انا اجيب برضه شويه عيال معايا يجوا نقول لك لا ننظم احنا، يعني ايه الكلام ده؟ لا البلد دي فيها حكومه، البلد دي فيها نظام، البلد ديت يعني ما فيش حاجه اسمها هيعملوا ميليشيات، يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ لا لازم الداخليه هي اللي تنظم الماتشات، يعني مش عايزين دلع بقى، مش عايزين دلع. فكره الشركات الامنيه الخاصه انت معاها ولا مش معاها؟ ما الشركات اذا كانت الداخليه مش قادره على الالترس، الشركات الامنيه دي هتديها ضبطيه قضائيه، ما الموضوع كبير، الناس انت بتتكلم شركه امن، يعني ايه شركه امن؟ اذا كان عسكري او جند الامن المركزي كلام ان شركات الامن تكون داخل الملعب والشرطه تكون خارج الملعب، ما ده اللي موجود بره في اوروبا. بس في اوروبا الجماهير بتحترم المكان اللي هي فيه. في اوروبا الالتراس اللي هو في اي نادي في اوروبا بيحترم القانون وبيحترم النظام. يعني هو نفسه بيبقى ملتزم. كان مباراه الاهلي وليبارتس في الجونه كانت بشكل او باخر تم تطبيق فكره شركات الامن دي، ما قدرتش انها لما اشتبكوا الاهلي التراس الاهلي مع التراس ديفلز تقريبا بشكل او باخر ما قدروش يفضوا القصه. على فكره اصل انا مش عاجبني الداخليه، اصل ظابط الداخليه ده وحش، اصل العسكري اللي لابس ده، لا يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ ومين الالتراس دول اصلا؟ يعني انا مش عايز اقول شويه عيال او مش، لا يعني ما حدش يجي يقول لي اصل دول عيال مش عارف في الجامعه، لا مش في الجامعه، مش ولو دي سلوكيات حد في الجامعه فدي سلوكيات مرفوضه، يعني مش الالتراس هو اللي يجي يقول لك احنا ننظم هات لي شركه امن خاصه، يعني ايه شركه امن خاصه؟ يا سلام ما نلغي الداخليه ونجيب امن خاص بقى لو هم الالتراس، او يجيب الالتراس هو اللي يحكم مصر، ما ينفعش. استاذ محمد الشراوي الناقد الرياضي ورئيس قسم الرياضه المصري، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا عندنا تقرير عن الدوري الاسباني والجوله ال 27، نشوف برشلونه نشوف عمل ايه، كان عنده لقاء هام وعندنا لقاءات عديده هنتابع بالتاكيد من خلال هذا التقرير، لكن ايضا ما تنسوش الفقره الثانيه مع دكتور ايهاب الكومي وعنده ضيف نجم كبير جدا كابتن رضا عبد العال مدير الفني لفريق طنطا ونجم الاهلي والزمالك السابق، بالتاكيد تابعونا. اشكركم على حسن المتابعه، على وقت بلقاء آخر يتجدد، دمتم في أمان الله وإلى لقاء آخر.
حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد مساء الأحد في الجولة رقم 27 للليغا. تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 11 عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي رفع غلته إلى 24 هدفا عزز بها صدارته لقائمة الهدافين. وأضاف البرازيلي مارسيلو دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم عمق مدافع ليفانتي نيكوس كارابيلاس الفارق لثلاثة أهداف في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، والذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو أمام أنظار أكثر من 74,000 متفرج. الفوز رقم 21 لعملاق إسبانيا وأوروبا الأول رفع غلته إلى 67 نقطة أبعدته بفارق 3 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد، والذي تألق بدوره وعاد بفوز ثمين على حساب مضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين. العملاق الثاني للعاصمة مدريد يدين بالفضل في هذا الفوز لنجمه الدولي دافيد فيا الذي أحرز هدفي اللقاء في الدقيقتين 62 والرابعة 60، ورفع رصيد فريقه إلى 64 نقطة استعاد بها المركز الثاني. وعلى عكس ثنائي العاصمة وصل برشلونة نتائجه المخيبة وتكبد خسارته الرابعة هذا الموسم بهدف دون رد، وذلك أمام مضيفه بلد الوليد المتواضع جدا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نيوفو غوسي زورياريلا. هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب الإيطالي الشاب فاستوراسي بعد مرور 17 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء، وأجبر به الفريق الكتالوني على التراجع للمركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 63 نقطة. غير بعيد عن القمة تعادل أتلتيك بلباو خارج قواعده مع فالنسيا بهدف لمثله، وبقي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، فيما تكبد فياريال خسارة مفاجئة أمام ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، وظل في المركز الخامس برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد الذي خسر هو الآخر على أرضه أمام رايو فايكانو بهدفين لثلاثة. في باقي نتائج هذه الجولة، فاز ريال بيتيس على ختافي بهدفين دون مقابل، وخسر أوساسونا أمام مالاغا بنفس النتيجة، وتغلب اسبانيول على إلتش بثلاثة أهداف لهدف، وهي نفس النتيجة التي تفوق بها إشبيلية خارج الديار على حساب ألميريا. هذا ويشهد اليوم الجمعة انطلاقة الجولة 28 للمسابقة بلقاء يجمع ختافي مع غرناطة، وتستمر المواجهات هذه الجولة على مدار ثلاثة أيام أخرى بتسع مواجهات، أهمها لقاء ريال مدريد خارج أرضه مع مالاغا، وأتلتيكو مدريد مع اسبانيول، وبرشلونة مع أوساسونا. شهدت ملاعب القارة الآسيوية 16 لقاء يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في الجولة الثانية بدور المجموعات في النسخة رقم 33 لدوري أبطال آسيا. البداية ستكون مع غرب القارة، وبالتحديد من ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، والذي شهد تفوق اتحاد جدة السعودي على ضيفه العين الإماراتي بهدفين لهدف في المجموعة الثالثة. تقدم الزعيم بهدف سجله الغاني أساموات جان في الدقيقة 38، ثم تمكن العميد من تسجيل هدفين عبر مختار فلاتة في الدقيقتين 68 و75. في نفس المجموعة تعادل أخويا القطري مع ضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني بدون أهداف. وفي المجموعة الرابعة تعادل أهلي دبي الإماراتي مع السد القطري بهدف في كل شبكة. تقدم زعيم الكرة القطرية بهدف المدافع الجزائري نزير بالحاج في الدقيقة 24، وأدرك البرازيلي جرافيتي التعادل للأهلي في الدقيقة 68. في نفس المجموعة تغلب اصفهان اصفهان الإيراني على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدفين. وفي باقي نتائج الأندية العربية، في المجموعة الأولى فاز الريان القطري على استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد، فيما خسر الشباب السعودي أمام الجزيرة الإماراتي بهدف لثلاثة في الرياض.
أما في المجموعة الثانية فقد عاد الجيش القطري بفوز هام من ملعب مضيفه بونيوكودور الأوزبكي بهدفين لهدف، وتغلب فولاس خوزستان الإيراني على الفتح السعودي بهدف دون مقابل. بعيدا عن منطقة الخليج العربي، وفي المجموعة السادسة تعادل جوان بكين الصيني مع اف سي سيول الكوري الجنوبي بهدف لمثله، وتفوق سنترال كوستا الاسترالي على سانفاريز هيروشيما الياباني بهدفين لهدف. تقدم البطل الياباني بهدف تسوكاسا في الدقيقة 21، وتمكن ميل من تسجيل هدف التعادل للفريق الأسترالي في الدقيقة 23، ثم تقدم عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 32. في المجموعة السابعة تعادل يوكوهاما مارينوس الياباني مع ضيفه جوانغزو إيفرغراند الصيني حامل اللقب بهدف لمثله، وفي نفس المجموعة تعادل ميلبورن فيكتوري الأسترالي مع هيونداي الكوري بهدفين لمثلهما. من الملاعب الأسوية بجدد التحية لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، مشاهدي الملعب في كل مكان. وطبعا لازم في البداية، بداية الفقرة الثانية، أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الفقرة. ضيفي يعني صعب جدا أن أنت تلاقي مدرجات الأهلي ومدرجات الزمالك تجمع على شخص واحد. يا سلام لما كانت المدرجات هنا وهنا، لما تنقل من الزمالك للأهلي أيام الزمالك كنت تسمع رضا يا رضا الدلع يا رضا، وكمان لما راح الزمالك نفس الشعار رضا يا رضا الدلع يا رضا. وليه لما راح الأهلي وليه طبعا ما يدلعش كابتن رضا عبد العال؟ ده موهبة من المواهب الكروية اللي احنا نتمنى نشوفها في ملاعبنا ولا تتكرر، لكن بيبقى صعب جدا لان ده عنقود من عنقيد المهارات اللي موجودة في الكرة المصرية، اللي على رأس الهرم من كابتن محمود الخطيب. لما نتكلم عن ابو تريكة، عن وليد صلاح الدين، عن عبد الجليل، يبقى لازم كمان نتكلم عن الكابتن رضا عبد العال، ساحر من ساحرة الكرة المصرية سواء في نادي الزمالك او في نادي الاهلي. كابتن رضا منورني واهلا بك، ضيف غالي وضيف عزيز في فقرتنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك، وانا سعيد ان انا معاك، والمقدمه ديت هتخليني ارجع العب كوره تاني. انت بتلعبها؟ لا، بشكر حضرتك طبعا والقائمين على البرنامج، وانا سعيد ان انا معاكم النهارده. وسبب ان انا متواجد معاكم النهارده ان انا بود ان انا اوصل رساله للمسؤولين، يعني زي ما بتحموا حكام بلدنا وحكام الكرة بتاعتنا، لازم تحموا المدربين والأندية واللاعبين، لأن زي ما بتحموا دولت لازم تحموا دولت. داخل سريع أنت في الموضوع على طول. أنا جاي للنقطة دي. أنت ليه يعني ما حاجب نفسك عن وسائل الإعلام، ما تطلعش غير للشديد الغالي زي ما بنقول؟ والله يعني هو في أكتر من سبب. أول سبب أن أنا مركز في شغلي اكتر، تمام. تاني سبب ان انا معرفش مدينه الانتاج الاعلامي دي فين. وانت عرفتها؟ لا يعني ما بحبش الظهور، لان انا اعمل حاجه الاول وبعد كده لما نعملها نبقى نطلع نقول احنا عملنا ايه. طب انما ما بحبش اطلع على الفاضي واعمل يعني. كابتن رضا هو المدير الفني لنادي طنطا الرياضي، احد انديه القسم الثاني واللي بيلعب في المجموعه الخامسه. دي رابع موسم لك مع نادي طنطا. الموسم المنقضي كنت قاب قوسين او ادنى من الصعود للدوري الممتاز، وكلنا فاكرين مباراه الرجاء الشهيره اللي انتهى بفوز الرجاء، وكانت دي اول هزيمه لنادي طنطا على مدار الموسم كاملا، سواء في التصفيات او المرحله اللي قبل التصفيات. ودي اراده ربنا زي ما بنقول. السنه دي حتى الان الاسبوع الثاني من الدور الثاني، ترتيبك الثاني بعد البلديه برصيد 30 نقطه. شايف طموحك السنة دي مع فرقة طنطا ايه، وقادر على تحقيق احلام الطنطاوية بالصعود هذا الموسم؟ ده طبعا اللي بتتمناه، لكن يا ترى ارض الواقع نفس اللي انت بتتمناه ولا في مخالفة ما بين الاثنين؟ لا هو بس هرجع بيك للسنة اللي فاتت، بس نقطة سريعة. ان انا السنة اللي فاتت الحمد لله الفرقة كانت ماشية بخطة ستة، الدور الاولاني مفنشين، احنا لينا 29 بونت. حصلت هزيمة من نادي المنصورة على ملعبنا، وكان بطلها طبعا الكابتن محمد عباس اللي هو كان الحكم، لان كان لينا ضرب الجزاء في اخر خمس دقائق وهو ما حسبهاش وتواضع عنها. وبعد كده هو شافها الحكم السابق بقى عباس، من الناس المحترمين، بس هو بطل دلوقتي. يعني هو كان له كام واقع برده، كان السنه اللي قبلها برده كان لينا ماتش بنلعب الداخليه على ملعبنا قبل ما الداخليه تصعد، وكان لينا ضربتين جزاء قدامه. خلي قلبك ابيض بقى يا كابتن. لا ما انا بقول لك، اصل ممكن الحكام دي تمشي مدربين وتقعد مدربين، ممكن تظلم لعيبه وبتنصر نفسيها. يعني هي في الاول وفي الاخر الحكم بشر. لا
لا ما انا اختلف معاك في دي او اختلف مع اي حد في دي. هو زي ما هو بشر طب ما انا بشر. طب ما انت عارف نص مدربين مصر او المدربين الفنيين الموجودين في مصر كلهم قاعدين في البيوت بسبب التحكيم. يعني انت لو عملت احصائيه بيجي مثلا يخسر واحد او اتنين بيبقى سببه الحكم في الاول ويجي بعد كده الاداره تقوم جايه ماشيه ما بترحمش. انما هنا برضو لازم اشيد بالادارات اللي هي بيبقى عندها وعي كروي او عندها احترافيه فبيصبروا على المدرب. انا في مجالس ادارات تانية ما بيصبروش. بنعرض لك بعض اللقطات مباراه بنها الاخيره اللي انت فزت فيها 2-0 الاسبوع هذا الاسبوع. كمل يا كابتن رضا اتفضل. واخد بال حضرتك فضل. ففي مجالس ادارات بتبقى عندها وعي كروي ومتفتح وفي ناس تانية بتخاف من الجماهير تقول لك لا يمشي المدير الفني هم مفكرين ان كده ان هو ده العلاج. لا ويبقى في الاساس هو الحكم. تمام واخد بال حضرتك. فاحنا السنه اللي فاتت خسرنا المنصوره على ملعبنا خسرنا بعديها تاني ماتش على طول سمنود في سمنود 1-0 وبعد كده الحمد لله رجعنا تاني للانتصارات وتربعنا على يمكن صعدنا من بعد ماتش سمنود دوت للترقي. طبعا حصل اللي حصل في الماتش الاخير بتاع الرجاء دوت وكان ربنا مش رايد لان لو احنا كنا وحشين مثلا او ان ربنا رايد لنا كنا صعدنا. لو مش احنا كان يبقى البلديه لو مش البلديه كانت يبقى الماليه. لا الماليه المنصوره كانت بعيد شويه هي الماليه كانت هي اللي بعد يعني اللي عندها كان 7 بونت انما البلديه كان لها 5 بونت انما احنا كنا 8 وطبعا الرجاء كان 5 زيه زي البلديه فكان صعب بس هو ده ترتيب رباني هو اللي كان اراد ان هو اتعلمنا من الدرس السنه طبعا ولا طبعا ده انك تلعب لاخر دقيقه وان انت ما فيش تهاون هو يا اللعيبه ما تهاونتش يعني هو الناس كانت دايما تقول لك ايه لا الفرقه تهاونت لا اللعيبه اتدلعت لا ده هم واخدين على كده كل سنه بيعملوا كده لا لان اصلا اللي الناس ما تعرفوش ان كان كل مكافاتهم وكل العقود بتاعتهم مرتبطه بالصعود تمام واخد بال حضرتك يعني هم خدوا النص والنص الثاني مرتبط بالصعود فهو ازاي اللعيب هيفرط في 60-70 ألف جنيه في التوقيت اللي البلد ميته فيه يعني او ان الاقتصاد واقع فيه تمام حتى لو هو هيمشي انا اخد فلوسي اكسب عشان اخد فلوسي وبعد كده مش مهم تمام كابتن رضا عبد العال يعني طول تاريخك الرياضي وانت لاعب في نادي الزمالك ولاعب في النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر حصلت على انذارين 2 فقط تمام انذارين انذارين دولت كان ليهم يعني انا ماليش سبب فيهم يعني اول انذار كنا بعد انتقال النادي الاهلي كنا بلعب الترسانه وفي كوره خدتها ورحت بيها دخلت ال 18 ورقصت وكان ليا ضربه جزاء فكان محمد رمضان بيلعب راس حربه فطبعا اتكلم مع الحكم الحكم حس ان هو اتخلى عليه كان له انذار وكان عنده ماتش الزمالك بعد كده فهو طبعا انت عارف في ماتشات الاهلي والزمالك دي برضو من الميزات اللي هي مش كويسة ان يروحوا سواء الاداري هنا والاداري هنا يطلع الليستة بتاعت الانذارات ويديها للحكم يقول له احنا ما الكلام ده بقى ما كان يعني انا بقول لك كان طيب. الاول ده كان انذارين 2 لكن لما الانذار انا ماليش انا اتضربت وقعت ومفروض ان انا اخد ضربة جزاء فهو جه يدي رمضان الانذار فافتكر ان في ماتش الزمالك اللي جاي راح مدولك فقام جاي مدولي انا طيب. ما كانش لك دعوة بالانذارات او مالكش دخل فيها لكن حاليا وانت مدير فني كل اسبوع 2-3 نقل كابتن رضا عبد العال ايقاف مباراه غرامه مش عارف ايه ايقاف مباراتين غرامه الدنيا اتغيرت ولا انت حاسس ان في ظلم بيقع على كابتن رضا عبد العال وعلى المديرين الفنيين هو بالنسبه ليا السنه اللي فاتت الحمد لله ما خرجتش عن النص خالص يعني الحمد لله لا اضطرت ولا وقع عليا عقوبه ولا لاني ملتزم والسنه دي ملتزم بس هو اللي حصل السنه دي في ماتش الزرقاء ان بعد ما اتحسبتش ضربه جزاء من وجهه نظر جماهير الزرقاء حصل تحديف طوب على الدكه كلها فنزلنا الارض الملعب انت حاسس ان لجنه المسابقات بتيجي عليك لا انا هقول لك بس عشان ما نعديش عشان احنا فحصل حتف طوب فلما جه الحكم الرابع بيطلعنا فقلنا له ان في طوب بيتحدف فهو واقف الحكم الرابع ده طوبه جت في ظهره وطوبه جت في رجليه تمام فخد الطوبتين خد طوبه رماها والطوبه الثانيه قال لي هكتبها في تقرير قلت له لا ده انت حضرتك تاخد الطوبتين وتروح للحكم وتقول له ان انا اتضربت بالطوب انا مش انا هو ان انا اتضربت بالطوب ومفروض بقى يا يلغي يا اما يكمل المباراه بس المباراه تبقى بتاعتنا يعني فخد طوبه حدفها والتانية قال لك هكتب في تقرير فقلت له لا ده كده يبقى هيبقى في ضلال انا بكلمك بمنتهى الامانه قلت له لا كده يبقى في ضلال يبقى انت اللي هتكتب ولا الحكم هيكتب يعني الكلمه اللي اتقالت كلمه ضلال ضلال مهرمه واحده والتانية قال هكتب انا هشوف هو بيكتب مش هشوفه فهو بقى ساب الاحداث كلها بتاعه الماتش وراح للحكم طيب. والحكم ساب الاحداث بتاعه الشتيمه بتاعه الجماهير نزول الجماهير ارض الملعب نزول الجهاز الفني بتاع فرقه الزرقاء ومسك في كلمه ضلال ومسك في ضلال وتيجي لجنه المسابقات تاخد بتقرير الحكم
ما هنا بقى اللي احنا عايزين نقف له. طيب خليك معايا ومعايا الكابتن خالد كامل رئيس لجنه المسابقات. كابتن خالد يعني هنتكلم سريعا وبعد كده هنطلع فاصل ويا ريتك تكون موجود معانا عشان الكلام كتير جدا. طبعا انت سامع الكابتن رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا وبيقول ان لجنه المسابقات زي ما بتاخد بتقرير الحكم وتقرير مراقب لجنه المسابقات لازم كمان لما تيجي تقف او تقف مدير فني او اي عنصر من عناصر اللعبه يكون في تحقيق قبل الوقف. برحب بيك اولا كابتن خالد كامل. اهلا بيك يا دكتور اياد واهلا بكابتن رضا طبعا وبرحب بيك. الله يخليك. طبعا كابتن رضا يمكن اتكلمنا بعد المباراه على طول لكن انا لازم نعترف بحاجه ان تقرير الحكم هو له اهميه وتقرير مراقب معاه للاسف تمام. احنا يمكن انا معاه برضو في حته ان لازم يبقى فيه اول مره وبعدين بعد كده يبقى فيها عقوبه لكن اللائحه احنا جينا في بدايه الموسم كان الموسم بدا عملت اللائحه وبعتت للانديه فبالتالي انت مجبر في بعض الامور في اللائحه انك بتطبقها ما بتقدرش فيها تغير فيها دلوقتي في وسط الموسم. بدات لائحه وكنا احنا لما جينا كلاعب مسابقات بعد الموسم الماضي جينا بعد بدايه الموسم ده تاني فكانت اللائحه اتعملت خلاص ما نقدرش نغير فيها لكن طبعا انا مقتنع جدا ان دخول الملعب هو في انواع متعدده من الدخول في دخول اعتراض في دخول لظرف معين في مشكله يعني انا كنت اتصور يعني ان يبقى فيها ان اول مره لو داخل وحتى التصنيف اللي مكتوب بتبقى فيها تحذير الثانيه بتبقى فيها عقاب ده من وجهه نظر الشخصيه تمام. لكن ده لو ده في الامور العاديه مش في امور دخول جماعي للاعتراض لكن بما ان اللائحه موجوده واتعملت في الاول الموسم فملتزم بيها الجميع فبالتالي بتطبق فيمكن بعض الناس بتتظلم فيها زي ما قلت كابتن رضا في الواقع اللي بيقول عليها اتمنى ان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد سواء اللجنه او غيرها ان تناقش بعض النقط بتاعت من خلال الممارسه بتطلع نقط معينه بتبتدي تدرسها وتبتدي تقدم فيها مقترح تمام. طيب كابتن خالد ارجوك معلش هتخليك معانا انا مضطر اطلع فاصل ضروري وبعد كده ارجع تاني عشان كابتن رضا عنده تساؤلات كتيره جدا عاوز يوجهها لحضرتك وحضرتك تجاوب له عليها. اطلع فاصل والنقاش ممتد ما بين الكابتن خالد كامل رئيس لجنه المسابقات وكابتن رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا الرياضي. وعمل حاجه وليد ورضا يبقى النادي الاهلي واحد والفيصلي الاردني لا شيء 100% الفيصلي هيهاجم فبالتالي هتفتح الخطوط بسم الله بيطلع على طول ورضا جول رضا كل الزمان ارجع يا زمان. طبعا الهدف الاول امام الفيصلي الاردني في بطولة العربية طبعا من 20 سنة كابتن رضا والهدف الثاني طبعا هدف بطولة في الدوري العام امام جمهورية شبين كابتن ابراهيم الجوين ربنا يديله طول العمر يا رب بكل تأكيد. معنا ايضا لسه مستمر معنا على التليفون الكابتن خالد كامل رئيس لجنة المسابقات. كابتن خالد موجود معايا؟ منورنا كابتن خالد. كابتن رضا ليه تساؤل لحضرتك هتسمعه وتردنا عليه اتفضل يا كابتن رضا. ازيك يا كابتن خالد الاول؟ ازيك يا كابتن رضا ازيك؟ اخبار حضرتك ايه تمام؟ الحمد لله تمام. طب حضرتك يعني اللجنه وقفتني ماتش و250 جنيه غرامه ده بناء على تقرير حكم ولا لسه تقرير الحكم ما جاش؟ لا بناء على تقرير حكم. طيب يعني تقرير الحكم جه وما وحضرتك هو ما كتبش فيه ان كان في جماهير في ملعب زي انا ما اقدرش اقول ايه تقرير الحكم كان فيه ايه او تقرير المراقب فيه ايه. طب يعني اللي حصل في يعني ماتش هو تقرير الحكم او تقرير المراقب ما بيتقالش. طب انتوا هتحاسبوا الحكم ازاي؟ انتوا اتحاسبتوني، طب انا حاسب الحكم ازاي؟ ضيع مني 2 بونت ووقفني ووقف كذا لعيب. الو مع حضرتك. بقول لحضرتك طب انتوا يعني احنا ما شفناش ان الحكم اتحاسب، اللي اتحاسب المدير الفني واللعيبه بتاعه طنطا وممكن نادي طنطا والحكم كده طلع براءه، طب ازاي مثلا يكون هو كتب في تقريره كده وانتوا تاخدوا توقفوني انا بس او توقعوا عليا العقوبه
من غير ما تشوف المباراة يا كابتن خالد. كابتن رضا خلينا نتفق على حاجة. نمرة واحد، الحكم كذب أو ما كذبش دي بتاعت اللجنة وتتكتب اللايحة يا كابتن خالد. خليه كامل يا كابتن رضا ونسمع. اتفضل يا كابتن. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن الحكم اتحاسب أو ما اتحاسبش دي مش سلطتي، دي لجنة الحكام، ولجنة الحكام منفصلة تماما عن لجنة المسابقات، ولجنة الحكام لها مراقب حكام وبيكتب تقريره وهم النواحي الفنيه دي بتاعتهم، وبالتالي انا ليس لي دخل فيها كلجنه مسابقات، ما اقدرش ادور حكم اتوقف ما توقفش، قراره سليم قراره خاطئ دي قرار للجنه الحكام وعندها مراقب لجنه الحكام وتقييمها. دي جزئيه مهمه جدا. الجزئيه الثالثه وهي زي ما انا قلت لحضرتك ان بناء على تقرير الحكم او مكتوب ان حضرتك نزلت الملعب فاللائحه واضحه اللي هي اتسلمت لحضرتك. طب وانا نزلت الملعب ليه يا كابتن خالد؟ الموسم ما يبتدي كابتن خالد ولا اللجنه بتقول نزول احد اعضاء الجهاز الفني الى ارض الملعب تعني ايقاف مباراه وغرامه. يا كابتن خالد حساسين يا كابتن رضا حساسين. كابتن رضا قصده يا كابتن خالد اللي هو نزل الملعب بناء على ان في بعض الحجاره تم قصفها من المدرجات والمباريات بدون جمهور، وهذه شكوى ارسلها نادي طنطا الرياضي للجنه مسابقات واتحاد الكره المصري بيقول ان كان في جمهور في المباراه والمباراه بدون جمهور، وبالتالي بيطالبوا باحتساب النتيجه 2-0 لصالح طنطا. نادي طنطا ما ارسلليش مذكره. امال ارسلها فين؟ في شكوى معايا اهي واتبعتت بتاريخ يا كابتن موجوده ومضى على راس النادي بتاريخ 9/3/2014. يا كابتن خالد، كابتن خالد اللائحه بتقول يا كابتن خالد ان لو في جماهير الماتش ما تلعبش، صح يا كابتن؟ ما انا بسال لحضرتك سؤال. انا بسال حضرتك سؤال. الماتش ما بتتلعبش، اللائحه عند حضرتك تتلعب وتاخدوا قرار، بتاخد قرار حسب قرار الحكم وحسب. طب والحكم ما عندوش ضمير يا كابتن خالد؟ دي شكوى نادي طنطا. كابتن خالد، كابتن خالد الحكم ما عندوش ضمير وما كتبش لا هو ولا المراقب وطبقوا الكلام ده بعد الماتش. حضرتك في الاستوديو وانا على التليفون، حضرتك تسمعني او ان انا اقفل؟ اتفضل. لا اتفضل. اقفل حضرتك، انت مش عايز تسمع ليه يا كابتن؟ كابتن نادي يا ما احنا عارفين اللوائح دي يا كابتن خالد، احنا عارفين يا كابتن خالد اللوائح دي. كابتن رضا في حاجه مهمه جدا لازم تبقى حضرتك عارفها، ان المباراه بتتلعب بناء على تقييم الحكم للوضع وتقييم مراقب المسابقات. الحكم اتشتم يا كابتن قبل الماتش ما يبدا يا كابتن خالد. والتقييم الامني للمباراه. والتقييم الامني للمباراه. طب اشمعنى مباراه سيرس الليان يا كابتن؟ مكتوب فيها ان كان موجود فيها مدير الامن او من ينوب عن مدير الامن. والامنيه مؤمنه. ده جاي بقى اخر طيب. خمس دقائق مدير الامن. كابتن خالد، كابتن خالد حساسينك، حساسينك في حاجات سريعه جدا بعد اذن حضرتك. اذا اقيمت المباراه بجمهور واللائحه تنص على عدم اقامه المباراه بدون جمهور وثبت وجود الجماهير داخل الملعب، تحتسب النتيجه؟ اتفضل. على تقرير الحكم وبناء على تقرير المراقب وبناء على الظروف الامنيه يبقى عليه العوض كده. طيب كابتن خالد سريعا، يعني المسابقه حاليا 83 نادي، ست مجموعات، يعني انا حاسس ان احنا بنلعب في وادي والناس في وادي، وحاجه جميله جدا. ايهما افضل اللي المسابقه تكون قويه بوجود 18 نادي وننزل بقى 18 نادي زي زمان مجموعه واحده، ولا تفضل الوضع على ما هو عليه 83 نادي؟ والسؤال ده برضو موجه للكابتن رضا. اتفضل يا كابتن. انا بس عايز، احنا عايزين ما نخرجش من القضيه بتاعتنا اللي احنا جايين عشانها. انا طيب. رايي اتمنى ان احنا نوصل يوم من الايام الى الهرم ان يبقى مجموعه واحده فوق ومجموعه واحده تحتها وهكذا، لان دي هتبقى اقوى. لكن طبعا التوزيع الجغرافي برضه مهم جدا، لان النهارده المسابقه، انا عايز اقول لحضرتك مسابقه الدرجه الثانيه النهارده القسم الثاني النهارده قويه جدا، لان فيها في الهبوط او في الصعود النهارده فيها مجهود كبير جدا، اللي بيصعد بيعمل مشوار كبير جدا. يمكن احنا شفنا لغايه اخر لحظه السنه اللي فاتت مثلا على سبيل المثال في مجموعه الثالثه والرابعه وفي المجموعه الخامسه والسادسه. تمام يا كابتن. الصراع لغايه اخر لحظه ما كانش حد يقدر يقول. بس الافضل الافضل هي تبقى 18 نادي عشان يبقى في مسابقه قويه. ما هو 18 نادي يا دكتور عايش انت توصل لها دلوقتي محتاجه جهد كبير، صعب جدا توصل لها. 18 طيب. نادي كابتن خالد بعد اذن حضرتك دلوقتي صعبه جدا. طيب اتفضل يا كابتن. بعد اذن حضرتك اتفضل يا كابتن. هو في ماتش سيرس الليان والمنصوره لما خدتوا القرار خدتوه سريع جدا وبعد يومين ظهر القرار. كابتن رضا بس يا ريت تصوت. طيب كابتن رضا بيوجه لحضرتك بيقول ان انتوا خدتوا قرار باحتساب نتيجه مباراه سيرس الليان والمنصوره 2-0 لصالح سيرس الليان وكان القرار سريع جدا، طب ليه في مباراه الزرقاء وبناء على شكوى سريع جدا؟ ما كانش سريع جدا عشان تبقى الامور واضحه. لجنه المسابقات عشان برضه تبقى الامور واضحه، دي فرصه معاك يا دكتور. اتفضل. احنا بناخد قرارنا بنيجي يعني على سبيل المثال احنا كنا مجتمعين يوم الخميس اللي فات او امبارح. تمام.
تمام امبارح بناء على المباريات بتتلعب وبندي وقت يوم على اساس التقارير تيجي لنا. الاجتماع اللي جاي ان شاء الله من يوم الخميس واحنا ماشيين قلنا اجتماعنا القادم يوم الثلاث لان في مباريات حد واثنين تمام يوم الثلاث هنجتمع فاحنا بنحدد الاجتماع من يوم اللي احنا فيه لليوم اللي بعده بيبقى محدد. طيب يا كابتن خالد هو اتفرج على ماتش الزرقاء انا هقول لك بس دي يا دكتور اتفضل كابتن اتفضل مباراه بتتلعب مثلا يوم الاربعاء وتقريرها جه وانا اجتماعي الخميس فباخد القرار مش معنى كده ان احنا بناخد القرار بسرعه. تمام طيب كابتن خالد سريعا يعني اجتماعكم اللي جاي يوم الثلاثاء اللائحه بتقول برضو عشان تبقى الامور واضحه ان المباراه تقرير للحكم وللمراقب خلال 24 ساعه اذا كان مرتبط بحدث وخلال 48 ساعه على الاكثر تمام تكلم يا مش مرتبط طيب بحدث. كابتن خالد يعني كانت هناك احداث ساخنه هذا الاسبوع لك حريه الاجابه من عدم يعني كابتن خالد شفنا قرار بإقالة لجنة المسابقات وبعد كده اتحاد الكرة تمسك بلجنة المسابقات وهناك اجتماع من لجنة الأندية برئاسة اللواء إبراهيم مجاهد وهناك اجتماع الأسبوع القادم أيضا معينة من مين؟ نعم يا فندم ولجنة مسابقات معينة من مين؟ من اتحاد الكرة المصري واتحاد الكرة أصدر قرار بإقالة اللجنة أو عودة اللجنة؟ طيب ما لجنة الأندية بتقول إحنا اللي بندير المسابقة المفروض اللي إحنا اللي بنعاين دي قضية تانية مش عايز أدخل فيها أنا بقول أنا لجنة مسابقات معينة من مجلس إدارة الاتحاد ومستمرة في عملها وبتأدي عملها. أشكرك أشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد. كابتن رضا أنا هقول لحضرتك قبل ما يخرج بس أسأله سؤال بس اتفضل هو دلوقتي إحنا لما بنروح ديكيرنس الزرقاء شربين بنعبيد في جماهير اشمعنى بيتطبق علينا احنا كطنطا البلديه الانديه اللي هي دي ان ما يخشش جماهير وبنروح هناك بنلاقي كل المدرجات مليانه يا كابتن خالد اشمعنى كابتن رضا يمكن انت اتكلمت معاه بنتواصل في الحوار على طول القضيه في الاخر انها مرتبطه بحكم ومراهب طب ما الحكم ما كتبش في ماتش الزرقاء يا كابتن خالد. ما هو كان بتكلم لجنه الحكام يا كابتن رضا طب انا اعمل ايه؟ طب انا كده ضاع مني 2 بونت انا المفروض ابقى اول دلوقتي يا كابتن خالد. يا ربنا يكرمك. بس يا كابتن رضا احنا هنشوف حد من لجنه الحكام. انت مدرب جميل وفرقتك فرقه كويسه وربنا يكرمك في الماتش. اشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد كامل رئيس لجنه المسابقات. كابتن رضا زي ما قال هو مرتبط بتقرير لجنه الحكام المراقب الحكم اقصد ومراقب المسابقات الحكم مقدمش وبالتالي ما قدمش زي ما انت قلت موضوع ضمير طب دلوقتي ما دي القضيه اللي احنا عايزين نطرحها هو دلوقتي مثلا الوقف يجي على المدربين واللعيبه والحكام لا انت بتطالب بتحقيق الاول دي رقم واحد رقم اثنين يا كابتن دلوقتي انا اخطات مش لازم هو دلوقتي لما واحد بيقتل بيعدموه على طول ولا لازم الاول بيشوفوا هو قتل ليه انت وصلتنا لمرحله صعبه واخد بال حضرتك لا اصل هم بياخدوا خلاص القاضي الجزار اللي خلاص المنفذ انت انا دلوقتي اخطات والحكم اخطا واخد بال حضرتك شايف انت الطرف الاضعف في المنظومه دي كلها المدرب ثم لعيب الكوره وبعد كده النادي وبعد كده اخر حاجه الحكم اللي بيتظلم يعني الحكام لما بتتضرب بعد ما الناس بتفيض بيها بقى خلاص لا احنا مش عايزين نوصل لا ما انا بقول لك لما بيوصل للكلام ده يعني انت مثلا في احداث حصلت من قيمه يومين اللي هو كان الميه وما اعرفش ايه او القاهره فرقه اسمها هنا في الناشئين القاهرة في الناشئين لا ده في الدرجه الثالثه تمام وحصل ضرب وكده ضرب بعد ايه بعد ما خلاص المدرب فاض بيه واللعيب فاض بيه احنا مش عاوزين نصل الى هذه المرحله مش هنوصل لدي احنا مش هنوصل بس انا بقول لك خلاص فانت ما توصلوش الناس لكده اذا الكابتن رضا عبد العالي يطالب بالتحقيق قبل ايقاف اي مدير فني والتاكد من الواقعه وليس الاستناد فقط على تقرير الحكم او تقرير مراقب لجنه المسابقات. كابتن رضا ارجع للمجموعه الخامسه اللي جاءت نتائجها هذا الاسبوع على النحو التالي المنصوره يفوز على سيرس ليان بهدف مقابل لا شيء ديكيرنس ايضا يفوز على بني عبيد بهدف مقابل لا شيء بالاس في مفاجأة ينهزم من نبروق 2-0 طنطا يفوز على بنها بهدفين مقابل لا شيء عبد الله المصري محمد خفاجي سمنود يفوز على الزرقاء بهدفين مقابل هدف وجمهورية شبين ينهزم 2-3 من شربين والبلدية يفوز على غزل شبين 5-2 كده ترتيب المجموعة دي البلدية المركز الأول 33 نقطة طنطا الثاني 30 سرسليان الثالث 28 شربين رابع 27 بنها خامس 23 المنصورة 22 بالاس 21 نبرو 20 الزرقاء 18 جمهورية شبين 15 ديكيرنس 15 بني عبيد 12 سمنود 12 غزل شبين 6 كابتن رضا شايف في مفاجآت في نتائج الأسبوع ده؟ هو قبل المفاجآت يا دكتور المجموعة دي أقوى مجموعة في الست مجاميع مجموعة الموت يعني هم حتى كمان
المفروض من السنه اللي فاتت كان في البلديه وفي المنصوره وفي طنطا طبعا الثلاثه بينافسوا وكان بيلاحقهم كانت بالقاس وشربين واخد بال حضرتك. جابوا لنا السنه دي جمهوريه شبين وغزل شبين وبنها واخد بال حضرتك. فاصبح المجموعه بقت ضرب نار. وبعدين كمان جابوا لنا الزرقاء من المجموعه الثانيه من مجموعه القناه عشان الاحداث اللي حصلت نهايه الموسم الماضي على السويس. وانا بقول برضو من خلال حضرتك ان لو ما لحقناش دلوقتي لان الدور الثاني اصعب من الدور الاولاني لو ما لحقوش وعملوا تظبيط لفرقه الزرقاء بالذات على ملعبها لان ما بيقدروش يسيطروا على جمهورها هتحصل كارثه. شفنا مباراه البلديه وغزل شبين وهتحصل كارثه. لا ده خصوصا الزرقاء يعني انا لان انا مرنت هناك وكان ليا الشرف ان انا دربت هناك فرقه الزرقاء فجمهورها بيحب البلد قوي ومتعصب قوي فبيخرج عن شعوره بسرعه. تمام. واللي حصل السنه اللي فاتت ده كان لازم يتاخد فيه موقف. ما اتاخدش موقف. احنا كنا البدايه يعني انا بنقول كان فرقه طنطا الماتش اللي فات البدايه وهم حبايبنا وطبعا الحاج سمير موسى بجنوا له كل احترام وتقدير. بس لجنه المسابقات واتحاد الكوره ولجنه الحكام لو ما خدوش بالهم الفتره اللي جايه من الموضوع ده بالذات هتحصل كارثه. احنا مش عايزين لا قدر الله دي مباراه البلديه قدامنا غزل شبين وهنشوف الاحداث اللي كانت مصاحبه لها كابتن رضا. شايف الترتيب كابتن رضا؟ البلديه في المركز الاول 33 نقطه مع كابتن جمال المقص، طنطا طبعا مع حضرتك 30 نقطه، سلسليان المفاجاه مع عماد سرور 28 نقطه، شربين مع الدكتور احمد سند 27، وبنها 23، المنصوره في المركز السادس برصيد 22 نقطه. ترتيب المجموعه زي ما انت شايف، هل سيستمر البلدية وطنطا في المقدمة وحيلحقها سلسليان وشربين وبنها والمنصورة، ولا ممكن تحدث مفاجآت ونشوف سلم موسيقى يتغير في هذه المجموعة؟ هي المجموعة دي هيبقى فيها سلم موسيقي وهيحصل فيها مفاجآت. أقطعك الأول معلش أنا آسف، إيه رأيك؟ أنت لسه بتحذر دول لعيبة غزل شبين طبعا اللي باللون الأخضر اللي احنا شايفين والاعتداءات اللي بتجرى على رجال الأمن داخل نادي بلدية المحل. تفضل يا كابتن. هو طبعا شيء مؤسف يعني، يعني بس ايه اللي وصل الفرقتين للكلام ده؟ فرقه فايزه خمسة اكيد في شظايا حصلت هي اللي ولعت الدنيا يعني اكيد. توصل لغايه كده يا كابتن رضا؟ لا ده مصارعه، ده مصارعه ملاكمه، ده انت ما بتتفرجش، ده ضرب نار اهو. مش عارف لجنه المسابقات هتعمل ايه. هو يعني البلديه انا مش شايف حد من البلديه موجود بصراحه، ويعني شايف ادي لعيبه غزل شبين، بس ايه اللي وصلهم لهذه الدرجه مش عارفين يا كابتن رضا. اتفضل يا كابتن. ده برضو يعني هنقول انفلات برضو من قبل لو في حاجه زي كده بتحصل واتحاد الكره او لجنه المسابقات تقوم جايه منزله فرقه من الفرق دي كله هيخافوا، كله هيرتعدوا، كله هيرجع لصوابه تاني. انما مفيش يعني بيكيلوا بمكيالين. ده حصل عشان البلديه ممكن ما يتاخدش فيها اي اجراء. لا ده البلديه انا شايف ان الاعتداء على البلديه ماشي. ما انا بقول لحضرتك ما هو دلوقتي مين اللي اخطا؟ اللي اخطا معاصي برضو الفرقه خسرانه خمسه، ايه اللي وصل لعيبه غزل شبين ان يحصل كده؟ اكيد في شظايا. انت تعرف ان عامل غرفه الملابس خد 11 اصابه، 11 غرزه في راسه جرح، واتهم الكابتن ابو العنين شحاته المدير الفني لغزل شبين وكان في محضر في القسم وبلاوي. يعني ازاي نوصل ضربوا ليه؟ ما احنا عايزين نوصل للسبب. الكابتن ابو العنين شحاته راجل خلوق وراجل محترم وانا اعرفه جدا جدا، وصل للمرحله ان هو يضرب عامل غرف الملابس ليه؟ اكيد في لفظ حصل في ظل التوتر اللي حصل ده، فاكيد طبعا خرج عن شعوره وهو طبعا مش طيب. طيب معانا عامل غرفه الملابس محمد اليماني من نادي بلديه المحل. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الخير يا كابتن ايهاب. الف سلامه عليك. الله يسلمك يا كابتن. قول لي على حضرتك الاول، بس على الكابتن رضا عبعال اللي احنا بنحبه عندنا في المحل. ربنا يخليه. عايزين نوصف لك حبه ليه. طيب يعني محمود اليماني، يعني انا شايف صوتك بسم الله ما شاء الله. سريعا ايه اللي حصل وايه اللي وصل كابتن ابو العنين شحاته اللي هو يحدث فيك هذه الاصابات؟ احنا معانا صور ممكن تتعرض ليك، اتفضل. اديني بس فرصه. لا سريعا سريعا معلش عشان وقتي. ما عشان اقدر اوصل لك بس واشرح لك. اتفضل. هو المشكلة أساسا من البداية خالص هي كانت نفذت ملعب ما بين لعيب البلدية ولعيب بنها. تمام. اللي هما اللي غزل شبين، غزل شبين مش بنها. غزل شبين أنا آسف، ولعيبة البلدية. فوصل الأمر إن هما شدوا مع بعض، كان أمام الحكم بعد المباراة، يعني هما اتنرفزوا في أثناء المباراة وبعد المباراة بيعاتبوا بعض واتنرفزوا وبتاع. فلاعب البلدية رايح يراضي لغاية دكة البدلاء اللي هو سعد سمير، راح يراضي لعيب غزل شبين. فهم اساسا الفاظ انت ما تطيقهاش، يعني هم تلفظوا عليه بالفاظ كتير. حصل اشتباك، ده صورك قدامنا على الشاشه. حصل اشتباكات. الكابتن ابو العينين هو ما فيش حد موجود خالص من البلديه ولا اي حد ناحيتهم خالص. هم اللي تهجموا لغايه غرفه الملابس. انا موجود قدام غرفه الملابس، ده هيجان فظيع، كراسي
ضرب اللعيبه بتاع غزل. انا ما شفتش كوره كده يعني هي طيب. كان اكن حاجه كبيره اللي حصلت محمود تمام. احنا شايفين طبعا اصاباتك منظر يا كابتن رضا. نتمنى لك ان هو ضرب ليه يا كابتن ايهاب حصل منه ده مش كوره. ماشي يا محمود ماشي وصلت يعني وصلت وصلت رسالتك. اشكرك شكرا جزيلا. وطبعا كابتن ابو علين شحاته بنحاول الاتصال بيه هو والاخر كابتن رضا عشان يبقى له حق الرد. ايه اللي وصله اللي هو يعمل كده؟ كابتن رضا قول لي في المجموعة السادسة سريعا برضو معلش ناخد النتائج اللي عملناها. ماشي الخمسة الخمسة احنا قلنا انت عاوز الترتيب رأيك ايه؟ هل لا هيبقى في مفاجآت يعني البلدية مش هيظل الأول طنطا مش هيظل الثاني يعني طنطا هتبقى الأول؟ لا المجموعة صعبة صعبة جدا نقاط متقاربة يعني جدا. انت بتروح أي فرقة دلوقتي انت ما تعرفش هتاخد 3 بونت ولا هتخسر 3 بونت يعني انت أقل فرقة اللي هي غزل شبين دي من أحسن الفرق اللي هي موجودة بتلعب كرة في المجموعة. كابتن أبو العنين عامل واخد بال حضرتك سمنود من أحسن اللعيبة اللي يمكن حتى في الدوره اللي هي كانت معموله في النادي البلديه عملوا معانا ماتش عملوا ماتش مع محمد درويش مدير فني صغار في السن واخد بال حضرتك. فالمجموعه ما فيهاش مفاجآت. المفاجآت ان لو غزل شبين كسبك دي مش مفاجاه سمنود كسبك دي مش مفاجاه لان عندهم القوام كويس والفرق كلها كويسه بس هي عمليه توفيق وعدم توفيق. انما الفتره اللي جايه ديت هتشهد اختلاف. بس طبعا انا سيرسيليان شربين بنها انا بحيي الثلاث فرق دولت وبقول ان هم من فرق كابتن عماد سرور احمد سند الدكتور احمد سند كابتن محسن عبد المحسن مديرين حاجه ما شاء الله يعني ربنا يزيدهم. هم اللي مولعين المجموعه وهم اللي مخلين يعني نشوف ترتيبهم فين وبالاس طبعا ونبروه واخد بالك فترتيبهم فين ومصوره فين معانا بالاس ونبروه ممكن يعرضوها لنا واحنا شغالين برضو واخد بال حضرتك. فالمجموعه صعبه ولغايه اخر نفس ممكن ما تعرفش مين الثلاثه اللي هيصعدوا فربنا يسهل ويكون طنطا من ضمنهم يعني ان شاء الله. جنبك على طول المجموعه اللي انت برضو بتنافس في الترقي معاها طبعا المباراه دمنهور مع كفر الشيخ. دمنهور فازت بهدف مقابل لا شيء. غزل كفر الدوار يفوز على سكه حديد طنطا 2-1. ابو قير للاسمده ينهزم من شباب الضبعه 1-2. الحمام ينهزم من الاولمبي 0-1. مليت كفر الذات يفوز على كوم حماده شباب كوم حماده 1-0. الزعفران يتعادل مع مطروح بهدف مقابل هدف. ومركز شباب العبور ينهزم من مياه البحيره 0-1. الترتيب الاولمبي المركز الاول 26 مياه البحيره 26 الثاني دمنهور 25 الماليه 25 كفر الشيخ 24 وشباب الضبع 24 وابو قير للاسمده 21. كفر الشيخ حتى هذا الاسبوع كانت هي الاول اصبحت حاليا يا كابتن بقت هي الخامس برصيد 24 نقطه والاولمبي مع الكابتن محمد هارون بقى في المركز الاول. مجموعه برضو يعني فيها كوره برضو الورقات بتاعها ملخبط ما تعرفش برضو مين برضو اللي هيصعد في الاخر ومين اللي هيكمل ومين هو هنا بالذات في المجموعه اللي هي رقم 6 دي انا متهيألي اصحاب الخبره هم اللي هينهوها بس في الاخر مش دلوقتي. اصحاب الخبره انا شايف دمنهور شايف مليك كفر الزيات شايف ابو قير الاسمده برغم ان هي متاخره بس انا حاسس ان هم هيلحقوا بالركب في الفتره اللي جايه. طبعا المفاجاه مياه البحيره. مياه البحيره انا لعبتها ماتش ودي في فتره الاعداد تيم هايل تيم محترم ومعاه مدرب محترم. انا بقول ان الفرقه دي من دلوقتي حجزت مكان في الترقي تمام. وطبعا بشيد بالاولمبي طبعا ان هو كان في بكل تاكيد. هناخد نتائج سريعه جدا في المجموعه الاولى. احنا لخبطنا الدنيا بس عشان كان الخامسه والسادسه جنب بعض وانت موجود معايا. المجموعه الاولى طبعا المدينه المنوره فاز على اسوان في مفاجاه 2-1. سكر نجع حمادي انهزم من انا يفوز على انا 1-0. مكه المكرمه انهزم من المراغه 0-3. شبان مسلمين المراغه يفوز على سوهاج 1-0. شبان مسلمين انا تعادل مع الالومنيوم 0-0. غرب سويل يفوز على التعدين 2-1. وكيم اسوان يفوز على الاسر 2-0. سوهاج والمراغه 28 نقطه في المركز الاول والثاني. اسوان 26 المدينه المنوره 26 وغرب سويل 26 والالومنيوم 25 وصراع ملتهب سريعا جدا كابتن رضا في 10 ثواني. يعني هو متهيألي سوهاج والالومنيوم والمراغه ممكن هم دولت اللي صفوا الثلاثه مع بعض. تمام. المجموعه الثانيه الوالديه يفوز على النصر الفكريه 1-0. الفيوم ينهزم من الواسطه 0-1. الوادي الجديد يفوز على مركز شباب سمرس 3-0. من الحيط ينهزم من بترول اسوط 2-4. وبني سويف يفوز على مركز شباب صملوط 2-1. ناصر ملاوي ينهزم 1-2 من الاسيوطي. شباب مغاغه تعادل مع منفلوط. الاسيوطي في المركز الاول 31 نقطه. بني سويف مع محمد يوسف 28 نقطه. بترول اسيوط مع الاخليه 23. وصملوط مركز شباب 22 نقطه. والاسيوطي يعني مستوى ثابت جدا في المجموعه دي يا كابتن رضا. يعني عشان في استقرار مالي ومعنوي فما اعتقد ان هم
مع بني سويف وبترول اسيوط الثلاثه هم يبقوا فرس الرهان. وممكن انا متهيألي لو سمنلوط والفيوم دي شدت حيلها شويه ممكن يخشوا برابع. معانا المجموعه الثالثه، النصر يفوز على الدخان 4-1، شباب طوخ اتعادل مع العالمين بدون اهداف، مياه القاهره مع بيتيم بدون اهداف، البلاستيك ينهزم الاتصالات 1-2، المستقبل يفوز على سكه الحديد في مفاجاه من العير الثقيل 4-1، الترسانه 0-1 امام سكه الحمديه، حلوان اتعادل مع الشمس 1-1، النصر مع كابتن سيد عيد 30 نقطه، سكه الحديد كابتن جمال عبد الحميد 26، الاتصالات 26، الشرقيه الدخان 23، والشمس 22، والترسانه في المركز السادس 20 نقطه. رؤيتك كابتن رضا سريع. انا بقول ان نادي النصر بقياده الكابتن سيد عيد كده حجز مكان، بس هو الصراع كله هيبقى بين الترسانه والشمس والشرقيه الدخان والاتصالات والسكه الحديد اللي هم ورا بعض دول. الاثنين اللي هم هيطلعوا دولت ما تعرفش مين دولت، بس انا بقول ان النصر عدى لان خلاص رجع للفورمه، في شهيه للانتصارات تاني، التجانس والحب موجود بتاع اللعيبه اتوجد تاني بعد ما كان فقدوه الفتره اللي فاتت. فانا اعتقد ان هم اخر حاجه سريعا جدا، المجموعه الرابعه الشرقيه تعادل مع شباب ابو سوير، غزه دمياط تفوز على نجم سينا 3-0، المريخ ينهزم من كهرباء الاسماعيليه 1-3، غزه سويس ينهزم من دمياط 1-4، شباب اجا يفوز على فؤوس 1-0، الشهداء يتعادل مع اسمنت سويس بهدف مقابل هدف، منتخب السويس كالراحه، المنتخب هو الاول مع كابتن خالد جلال 30 نقطه، كهرباء الاسماعيليه مع رضا عطيته 30 نقطه، الشرقيه 28 مع مد الباله، والمريخ 24. سريعا جدا رؤيتك للمجموعه دي كابتن. طبعا ببارك لخالد جلال وبقول له ربنا يكرمك، وهو كده ضمن هو كهرباء اسماعيليه، بس مش ضمنوا يعني، لا هم ضمنوا ان هم ماشيين كويس قوي وان هم فارقين بحوالي 2 بونت و3 بونت وفي لسه ماتشات مؤجله اليوم. شايف ان الصراع يبقى بين المريخ ودمياط والشرقيه على مين اللي هيخش معاهم تالت، لما دولت حجزوا كهرباء اسماعيليه ومنتخب السويس حجزوا مكانهم. عاوز اقول يعني انت طبعا منورنا والوقت معاك بمر سريعا جدا، كان المفروض يكون معانا اللي هو ابراهيم مجاهد لانه موضب مفاجاه الاسبوع الجاي زي ما هو اعلن، وكان في مشكله ايضا في نادي اتحاد بسيون، وكان يكون معانا وكيل وزاره الشباب والرياضه في الغربيه الاستاذ محمد شحاته، هنأخرها للاسبوع القادم ان شاء الله. وعندنا مفاجات يا كابتن رضا ان احنا هنبتدي جولات داخل المحافظات الاسبوع الجاي، محافظ المنوفيه بيحل انديه مشاكل انديه المنوفيه. سعيد جدا جدا بتواجدك معايا يا كابتن رضا النهارده، نجم من نجوم الكره المصريه وامتعتنا بوجودك معانا اليوم رغم ان انت كنت منفعل شويه. ربنا يخليك، بس احنا برضو مش عارفين نوصل الرساله بتاعتنا ان المدربين واللعيبه والانديه هي اللي بتظلم. زي ما بتجيبوا حق الحكام عايزين حق الناس دي، يعني احنا دلوقتي هنشتكي لمين غير لجنه الحكام ولجنه المسابقات واتحاد الكره؟ احنا هنشتكي لربنا خلاص، هنتبنى القضيه ديت، وطبعا الشكوى لربنا. بشكرك احسن كابتن. من الكل احسن من الكل، ولكن احنا هنتبنى هذا الموضوع. كان المفروض يكون معانا انتخابات نادي بالاس، لكن الوقت خلاص، الكابتن والزميل حسن صبري هناك بيوفينا بالنتائج، ان شاء الله هيكون معاكم في خدمات قادمه. في الهاندبول الاهلي متقدم على الزمالك حتى الان 26-23 في مباراه قويه للغايه. هطلع تقرير نادي بلديه المحله وغزل شبين مع كابتن مصطفى ابو عمر، وبعد كده نشوف فتره زمان ونلتقيكم في لقاء آخر بمشيئة الله. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما بين الشوطين لنا تعليمات للاعيبه ان هم يضغطوا عليهم من قدام ويلموا نفسهم بس في نص الملعب كويس، والحمد لله كنا موفقين جدا. وفريق غزة شبين من الفرق كويسه جدا اللي احنا لعبناها، ومن الفرق المميزه جدا رغم ان هي ترتيبها في نهايه الدوري من احسن الفرق اللي انا لعبتها في الدوري هي فريق غزة شبين. كنا نازلين مش متوقعين كده خالص، نازلين ما عايزين نلعب على المكسب، ان زي ما حضرتك عارف ان احنا ترتيبنا متاخر قوي وبنحاول نعوض في الوقت الضيق دوت، لكن طبعا يعني خبره لعيبه نادي بلديه المحله وذكائهم في الملعب قدروا ان هم يحولوا طبعا الهزيمه لمكسب، وقدروا ان هم ينفذوا فعلا الشكل الفني بتاعهم بشكل كويس قوي. الماتش كان صعب جدا، احنا جبنا جول ما قدرناش نحافظ عليه، عندي مشكله في ورا، عندي لعيبه محدوده ورا.
قطع عندي انخفاض عندي ورا برضو محدش بيترجم الفرص اللي بتيجي كتير دي لجوان لان انا لو جايب مغطي الجون ده بجون كان اعتقد ان وضع البلديه هيكون غير كده لو نتيجه 2-1 او 3-1 وانا بس جبت جول وباقي 5 دقايق الفرقه الخصم ممكن بيخطا مع جيل الستينات الذهبي الذي رفع هامات أبناء مدينة الإسماعيلية لعنان السماء تألق أمين إبراهيم وكتب اسمه بحروف من نور في ذاكرة عشاق برازيل العرب. أنا بدايتي كنت صغيرة كنا كان في كذا نادي في إسماعيلية كده فكان نادي الإسماعيلي فيه مجموعة صعبة تخترقيها يعني كانت رموز يعني لعيبة فانا رحت بدات في حاجه اسمها بلديه نادي بلديه اسماعيليه برضه بلديه اسماعيليه ده بدات فيه حوالي فريق 16 سنه و18 لما وصلت حوالي 19 سنه كنت بنلعب دوري 19 21 انا مميز شويه عن اللعيبه اللي في سني مش مميز في لعبا ان انا احتكاك كنت بلعب مع البلديه تحت سن اجبال ودرجه تانية درجة تانية دي لفيت محافظات إسماعيلية كلها فاكتسبت خبرة واكتسبت قوة جيت في فترة كده كان في مدرب اسمه كوفاتش بيدرب نادي الإسماعيلي وكنا بلعب الإسماعيلي وكنا البلدية دي كانت فرق أقوى من الإسماعيلي كانت لأن معظمها كان لعب في الإسماعيلي بعد كده على سبيل المثال كنت أنا وحودة ومصطفى درويش ومحمد مرسي الله يرحمه مجموعة كبيرة قوي كنا بنلعب درجة تانية فاكتسبنا خبرة بعد وفاة الأسطورة رضا في حادث سير أهدى أمين إبراهيم وزملائه لروح النجم الكبير أول بطولة دوري عام في تاريخ النادي موسم 66-67 وذلك على حساب الأهلي كان الفضل للرجل طيب كريم بعد الله سبحانه وتعالى اسمه الحاج صبري دوان قال لنا احنا كان سكرتير عن النادي الإسماعيلي فقال لي تعالى اتدرب وبتاع فكنت انا يعني جسم لعيب بس كانت عندي ميزه ربنا مدهاني كان عندي لياقه بدنيه عاليه جدا فروحت لعبت بتاع فكوفاتش قال دي صغير ما 19 سنه فاتفرج عليا وانا بلعب بمثل الاسماعيلي تحت 19 سنه فضمني الفريق الاول كانت يعني اول تجربه ليا بقى كان في اسكندريه اتحاد اسكندري ده يعني كان في ايامنا كان من الانديه الكبيره جدا كنت بلعب رحت قالوا لي انت هتلعب من الصدف العجيبه بقى ان انا ما جم يختاروا الاسماء عشان التلفزيون يذيع فقالوا اسمي مش انا قالوا اسم واحد تاني ونزلنا لعبنا الماتش كله ومحدش يعرف يعني كان اسمه حسني وانا امين ابراهيم ما دي من المفارقات العجيبه اللي بتصنع لعيب كويس ده وجنبه سيد عبد الرازق سيد خد شوط ودخل في وسط الحته عشان يوسع للكوره فات حوده تيجي في واحد وتطلع واو فكنا لما رجعنا اسماعيليه كان جمهور اسماعيليه من المميزات الطيبه والجميله فيه كان يقابلنا على بعد حوالي 25 كيلو خارج اسماعيليه بالعربيات والطبل والزمر وبتاع فكسبنا اتحاد اسكندريه اليوم ده فهم ابتدوا يقابلونا في مفيشه فكلهم رحبوا بكل الفرقه ما عدا انا لان انا ما لعبتش ولا اسم وكنت كان الوينج رايت يومها كان احمد يعوب من احسن لعيبه في مصر اخترت من ضمن المنتخب مصر فكان قالوا ان المنتخب الله يرحمه محمد حسن حلمي كان في منتخب الف ودي قلت انا في منتخب بي كان معايا بوب واسكندريه واسماء كتيره جدا بتاعت السويس واسكندريه وشحطه اسكندريه بدا معانا كنا نروح كل يوم 3 و4 مرات مع الفريق الكبير ونكسب 3-1 ونرجع والفريق الصغير ودي كانت بدايه معاد اسماعيلي بس الميزه اللي احنا لعبت في وسط كانت وسط لعيبه كويسه جدا انجازات نجم السمسميه وزملائه لم تتوقف عند الانجاز المحلي ولكنها جابت كل ارجاء القاره السمراء عندما توج جيل حسن مختار وعبد العزيز هنداوي وابو امين واميرو وانوس والعربي وسيد عبد الرازق
ومصطفى وميمي درويش وريعو وسيد السقا ومرسي السناري وعلي أبو جريشة بأول لقب إفريقي في تاريخ الأندية المصرية موسم 69-70، وذلك على حساب تي بي مازنبي الكونغولي. الاسماعيلي احنا كان جيل حظه مش حلو، يعني احنا الجيل بتاعنا ده لو ما كانش في حرب وفي هجره كان ياخد بطوله الدوري مش اقل من 10 سنين. خدنا الدوري البطوله دي وبعدين اتهجرنا بقى، اللي راح المنصوره اللي راح اسكندريه، فهنتمرن فين ونيجي منين؟ فكان في نادي الجزيره في جامع صغير كده في شارع الجبلايه، فجابوا لنا خيمه، جابوا لنا خيمه من الحاجات النادره اللي ما تحصلش في، وننزل نيجي اللي جاي من اسكندريه يجي، اللي جاي من المنصوره يجي، اللي جاي، ونتجمع ونتمرن في ملعب صغير في نادي الجزيره كده، وكنا نشطف في دوره المياه بتاعه الجامع واحنا بنمثل مصر افريقيا. ورحنا ليبيا ورحنا كينيا ورحنا غانا ورحنا الكونغو البطوله الافريقيه دي، فخدنا البطوله الافريقيه. وبس بقى يعني شهادة حق ان احنا اتعمل لنا نادي صغير على الطراز او السكيل بتاع المانيا، اتعمل لنا في نفس المكان، وده حق يقال في حق عثمان احمد عثمان المهندس، كان ابونا واخونا. بعد اعتزاله ابتعد النجم الكبير عن كرة القدم نهائيا وتفرغ لعمله الخاص في مجال زجاج السيارات. حبيت اعمل مشروع، فعملت، بقيت انا مدير المشروع وعامل المشروع ونظافة، يعني حبيت المهنة دي واتقنتها، وانا عندي المحل بسم الله ما شاء الله الزبون بتاعي كويس ومن احسن المحلات الموجودة في اسماعيلية في فن بيع وتركيب الزجاج، واسماعيلي ده في دمي محدش يقدر يغير، فانا لما اكون بعيد احسن ما ابقى جوه في مشاكل، لان بعض الشيء في المناخ في الفترات اللي فاتت دي مناخ مش ظريف، ما اعرفش الناس عايزه ايه، ما اعرفش محتاجين ايه. انتوا بقيتوا موجودين في نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي ده قامه، نادي الاسماعيلي يشرف اي كان. Thank you.